مساء الخير واطيب التحيات لكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من برنامجنا. اليوم اول نوفمبر، ان شاء الله هالشهر الجديد يكون حامل معه كل الخير والبركه لكل المشاهدين وطبعا السعاده. بهاللقاء رح اترافق انا ونيفين. مساء الخير نيفين. مساء النور نانسي، كيفنا؟ كيفك؟ اشتقت لك. وانا كمان بدي صرنا جمعه تقريبا. شو اخباري؟ ماشي الحال. انا كمان بدوري بدي ارحب بكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه. صرتوا معودين مشاهدينا انه حلقه نهار الاحد هي حلقه مخصصه لكل شاب ولكل صبيه عم تحضروا لعرسهم، فكثير من المواضيع المشوقه بانتظاركم. هلا نرحب بضيوف فقرتنا الاولى، مصممه زينة الشوكولا والحفلات ديما بحصلي حماصني. اهلا وسهلا فيكي ديما. اهلا فيكي. شو اخبارك؟ اشتقت لك. وانا كمان كثير، واسم الله عليكي مضويه اليوم. هلا بايبك وتبايبك عندكم. اهلا وسهلا. وكمان بنرحب بالمعالجه النفسيه مورين محفوظ. اهلا وسهلا مورين. كيفنا؟ ماشي تمام. ديما شو عندنا اليوم موضوع؟ شو خصينا العرسين؟ على العروس شو عبالك بلش هي والعريس؟ انه المراحل اذا بدك انه فينا نمشي فيهم شوي هيك طريقه سب انه ايه شو ببلشوا ايه. اوكي اوكي. ومورين نحن رح نحكي عن علاقتهم وعلاقتهم ببيت عمهم، كيف رح يفوتوا على العيله الجديده، شو المشاكل، كيف ممكن يتفادوا المشاكل ممكن تصير معهم. نعم. اوكي، لكن هيدي هي مواضيعكم وغيرها من المواضيع اللي بتهم كل عروس وعريس عم يحضرونا، بنعرفكم عليها بهاللمحه السريعه. اختصاصيه التغذيه رامونا خليل وارشادات غذائيه صحيه للعروسين. طبيب التجميل رالف حوات والتقنيه التجميليه بعيدا عن الجراحه. خبيرة التجميل رامونا رموز تعتني ببشرة العروس وبحاجبيها. منسق الورود جورج شحادي بيفرش يومك المنتظر بأجمل البيئات. وأيضا جلسة تصويرية لصور تبقى بالذاكرة مع المصور الفوتوغرافي عبود السيرين. وغيرها من التقارير والاخبار. وبنبدا ببدايه حلقتنا مثل العاده، بنقوم بجوله على اخبار العالم، واليوم انا اخترت هيك خبريه مهضومه بما انه اليوم عم نحكي عن العرسين وعن النجمه جينيفر انستون يلي تزوجت مش من زمان، من فتره بسيطه بالصيف الماضي. وجينيفر بعدها لهلا ما قدرت تحصل على صور عرسها مع انه كان في كثير سريه تامه على حفل زفافها، فما قدر حدا من الصحافه يقدر ياخذ صور، لكن عم نشوف بعض هيك الصور اللي تسربت. ولكن النجمه جينيفر انستون والممثله بعدها لهلا بانتظار يوصلوها الصور وتقدر تشوف احلى ذكرى من ذكرياتها من ذكريات حياتها. وطبعا هيك اخترت هالخبريه لانه نحن دائما ببرنامجنا بحلقه نهار الاحد دائما بنسال نصور الفوتوغرافي عن الصور. عاده العروس بتعاني لانه تبقى فتره طويله تقدر تحصل على الصور، فمش بس كمان العروس العاديه انما كمان النجمات بيعانوا بنفس المشكله. بتاخروا هلا عم فكر، انت عم تحكي وانا عم فكر اذا الخبريه مزبوط انه سمعت انه طلقت. يمكن لا، يمكن ما اكيد. لا، اشاعه اشاعه. بس انه طيب ان شاء الله تاخذ الصور قبل ما تترك هي وياه. لكن رح ننتقل لخبر ثاني، وكل محبي نجم فيل كولينز احد اشهر المغنيين البريطانيين بالثمانينات رح ينبسطوا كثير بهالخبر لانه رح يرجع الى الساحه الفنيه مع البوم جديد وجوله غنائيه على الرغم من اعتزاله عام 2011. واوضح عازف درامز السابق وقائد فرقه جينيسيس للروك يلي لم يصدر له اي اغنيه من تقريبا 2002 انه بطل متقاعد بصفه رسميه، واشار انه اقام استوديو بمنزله بميامي بفلوريدا ليبدا العمل على الالبوم الجديد بعد شهر من هلا. وبينوي المغني الشهير يلي بيبلغ من العمر 64 سنه الغناء ب 12 ديسمبر باطار حفله خيريه بميامي بيتش بولايه فلوريدا. Understand it. So much of my love and hurt.
عرفنا كمان من مصادر مقربة من فل انه هو اختار تحديدا هيدا النهار ليحتفل بنجمتنا بعيد ميلادها ب 12 الشهر مشان هيك. ثانك يو. لا كمان بدنا نقول انه فل عمل فل عزيز انا وياك كنا نصطاف سوا فيكم مش على ايامك مش على ايامك صح. عمل حفلة بالفورم دو بيروت تقريبا من حوالي 10 سنين وكانت ناجحة جدا جدا. نتمنى بنرجع كمان نشوفه ببيروت اذا الله راضي. مورين وين حتاخدينا؟ انا خبريتي هي شوي علميه، من جايه من البلاد العربيه ومن اوروبا. في دكتور اسماعيل عبد الباري هو عالم نفس علم اجتماع. نعم. اقام بدراسه ولقى انه اغلبيه العالم يلي بيتزوجوا 75% من يلي بيتزوجوا عن حب بينتهي زواجهم بالطلاق، ولكن 95% يلي بيتزوجوا بيدبروا لهم الزواج تدبيري او زواج تقليدي اذا فينا نسميه بينجح. نعم بينجح هيدا الزواج. أوكي. وكمان في حدا تاني كمان بفرنسا كمان عمل دراسه ولقى ذات الشيء، وبقول هيدا الدكتور الفرنسي دكتور سول انه ليش في عالم ليش يلي بيتزوجوا عن حب ممكن دغري يطلقوا؟ لانه عاده بالحب بيروحوا بيندفعوا بعواطفهم، بيندفعوا بمشاعرهم، ببطلوا يفكروا، ببطلوا يشغلوا عقلهم، ببطلوا يلاقوا الطريقه الانسب يلا يعالجوا مشاكلهم، شوي يشوفوا كيف الطريقه الانسب ليحكوا بعقلانيه ليحكوا مع بعضهم ويحلوا. وانت كمعالجه نفسي مورين قد ايه بتوافقي هالدراسه؟ انا شخصيا بلاقي انه لازم يكون في توازن ما بين الاشياء العقليه والاشياء العاطفيه. يعني بنقول الحب اعمى والزواج عاد اليه النظر او شو؟ لا ومثل ما بيقولوا انه لازم الواحد يفكر بعقله ويتجوز لانه الحب بيجي من بعد الزواج. فهون بيكون حلو كمان يعني الحب يعني يكون صغير ويكبر مع الوقت، احسن ما يكون كثير كبير يكونوا هالقد مغرومين ببعض وينطفي لا يكون صغير ويكبر مع الوقت. أحسن. مش قصه صغير وبيكبر، بيتغير 100% بجوهر. صدقيني اوقات في اشياء بتجوهر مع الوقت مع السنين. انا عم بحكي بعد 31 سنه بعد ايه بعد خبره اكيد 31 الله يخليكم لبعض يا رب. ديما الخبرية شو اليوم؟ انا خبريتي عن بمجلة الديلي الصحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت انه في بعض العرسان كانوا كثير مستائين من قوالب جاتو انه تفاجئوا فيهم بالعرس، كانوا موصيين على اشياء وشوفي كيف طلعوا لهم اشياء ثانية. بقى انا بقول لهم ماشي الحال منيح طلعت بقالب الجاتو لانه لكل عرس له قرص، بس هو فعلا اوقات الواحد بيتفاجئ بس ماشي الحال. بتعرفي اول شيء لازم يعرفوا عند مين يروحوا، ما يروحوا عند مين مكان. صحيح. اكيد ما راح اذا يعرفوا شو بينقوا كمان اوقات. ما هي بس بتعرفي المشكله مرات يمكن مش من العرسين بحد ذاتهم، من الناس اللي بتبقى عم تحضر العرس بيبقوا ناطرين هيك على ادق على ادق لحتى يعلقوا. ما بنرضي العالم لو شو ما عملنا، بالاخص العروس بتكون قد ايه ستريسي يعني كمان بتضايق. لا بس هو يعني في هون كثير هون يعني بيفاجئوا يعني. هلا ما قلنا غير ننصحهم انه يحضروا برنامج ببيروت وهيك نحن بنوجههم عند المختصين بكل شيء خاصه بالعرس. مثل ما ذكرت نانسي قد ايه مهم كمان يروحوا اذا بتلاحظي اغلبيه القصص هون بالالوان. هو اذا ما دخلوا كثير الوان بيمشي الحايه بتكون المفاجاه اقل. صحيح. لاحظي. من بعد هالجوله على الاخبار رح ننتقل لتقاريرنا، والهواء بيتسبب بتحول شعر جوينيث بالترو الى ترول، التفاصيل كلها بالتقرير التالي. تسبب الهواء الشديد في تحويل النجمة العالمية جوينيث بالترو إلى دمية ترول الشهيرة، وهذا حسب ما ذكره موقع الديلي ميل، حيث كانت النجمة ذاهبة لمطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك، وكانت الرياح قوية مع نزول الأمطار، فارتفع شعر النجمة للأعلى وبدت وكأنها دمية الترول. كانت جوينيث بالترو في بيفرلي هيلز وقد حضرت حفل فرايتي باور اوف وومن الذي كرمت فيه، كما كرم اثناء الحفل ايضا الاعلاميه اوبرا وينفري والنجمه العالميه سلمى حايك والنجمه انا كاندريك والمدير التنفيذي لشركه يوتيوب سوزان جيسيكي.
ايديه مهضوم. بتخيل بكره بيصيروا بيعملوا هيك فوتو سيشن كمان بهالطريقه، بتطلع موضه جديده، معقول ما حدا بيعرف. بس رجعت تعودت بدراس الزهر وشعرها مزبوط مش هالحال. قاعدة هي نفسها؟ ايه هي نفسها. هديك على المطار رح نتابع باخبارنا ولا عند الفنانه الكبيره سميره سعيد اللي رح تغني للمره الاولى بدار الاوبرا، كل التفاصيل بهالتقرير. الديفا سميرة سعيد البروفات من أجل حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، حيث تشارك النجمة للمرة الأولى بالمهرجان، وهي البروفات التي شهدت حضور مدحت صالح ومروة ناجي لتقديم التحية لها. وقررت سميرة ألا تغني أغاني ألبومها الجديد عايزة أعيش والمقرر صدوره الأسبوع المقبل. وستغني الديفا مجموعة من أغانيها القديمة التي عشقها جمهورها بالعالم العربي، وهي يوم ورا يوم، قابلتك ليه، بالسلامة، وأه بحبك يا حبيبي. ومن المقرر تكريم سميرة سعيد من قبل المهرجان، حيث تحيي النجمة ثاني حفلاته التي تقام غدا يوم الاثنين 2 نوفمبر بالتزامن مع موعد طرح ألبومها الجديد عايزة أعيش، على أن يحيي الفاصل الأول الفنان رامي صبري. ومن ناحية أخرى هناك أغنيتان جديدتان ستطرحهما إحدى شركات الاتصالات للنجمة سميرة سعيد خارج ألبومها الجديد المقرر طرحه، وذلك في نفس توقيت إصدار الألبوم، وهما من كلمات أشرف أمين وألحن وتوزيع محمد عرام. مبروك لديفا سميرة سعيد، ونحن أكيد بانتظار إصدار ألبومها الجديد. مورين بعد الفاصل مباشرة رح ندخل بموضوعك اللي اخترتيه لليوم، وأيضا معك سديمة كمان رح نفوت بموضوعك ورح نشوف الشوكولا وكل الزينة اللي خاصة بالعروس والعريس. رح نروح فاصل أول ومنتابع. أنظمة صمت الفرنسية الأصلية من سيدار. أنظمة صمت من سيدار. صمت أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صمفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صمفي ضمان 10 سنوات موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبو ظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. احنا في ال جي دائما بيسالونا اذا مسحيق التنظيف كلها بتشيل البقع مثل ما يقولون. الجواب لا، تم اختبار مسحيق رائد على بقع صعبه مثل الاكل والدهون عشان نشوف اي مسحوق غسيل ممكن يشيل البقع بشكل افضل. اثبتت الاختبارات ان اريال بس اللي بيعطي هذه النتيجه ويشيل البقع تماما من غسله واحده بس. عشان كده احنا دائما نوصي باريال لانه بيعطي احسن نتيجه. اريال هو اول مسحوق توصي به ال جي. نعيش النهار طبيعي مثل أي ست بتعيش حياتها اليومية، بتروح بتعمل شوبينج، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بس كل مرة رح نتعلم طب صغيرة.
بيمشي على الموضة بالمية بالمية عادة بيكون رايح محل كتير غلط. أنا باخده من الموضة اللي أنا بدي إياه. صار مع الوقت عم تفهم المرأة إنه الأناقة لا تكتمل إلا مع شابو. وأنتوا فيكم تكونوا هالقد حلوين بس خليكم على الطبيعة. عيش ستايل 3 الساعة 9 المساء على الـ LBC. قريبا إنتاج روتانا. عليك يا لميالي ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده ليه تهبلت كده ليه؟ ايه ده احنا في البلاطه احنا في البلاطه يا ولد. مرة واحد من ثلاثة استنصاطي استنصاطي أنا مش قدها خلاص. أبا أبا دودو أبا دودو شربت مقلب شربت مقلب أحلى ضحكة في مصر. سهرة السبت على الـ LBC. ومين تراجع؟ ساعة موسيقية بامتياز نسمع فيها أجمل وأنجح 40 أغنية بالوطن العربي عم بيتنافسوا على المركز الأول بالسباق الرسمي والوحيد شارت توب. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC. صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار. متابعين ببيروت ولما يقرر العروس والعريس يتزوجوا يعني هنا رح يفوتوا على عائلة جديدة. العروس رح يفوت عند أهل زوجة وأيضا العريس رح يفوت عن أهل زوجته. هالموضوع منطرحه مع المعالجة النفسية مورين محفوظ ورح نشوف معها أيضا كيف ممكن نقدر نحافظ على علاقة صحية وسليمة. وكمان بهالفقرة رح نزينها هيك بأجمل ابتكارات الشوكولا من توقيع ضيفتنا ديما بحصلي حماصني. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا مرة جديدة مورين. بداية مع كيف ممكن العروس العروس العريس يتحضروا بفترة ما قبل الزفاف انه نفيتين على عيد جديدة؟ هلا كثير مهم انه يكونوا اثنيناتهم عارفين هذا الموضوع، فهمانين الشخص الاخر او قبل ما يفوتوا على العائلة فهمانين بعضهم. وكمان يكونوا عارفين شو هي التقاليد، شو هن العادات يلي عند الاشخاص التانيين، اذا مثلون ولا مش مثلون، شو الافكار. هلا اغلبيه الوقت كرمال العروس كثير مهم تعرف انه هي فايته، يمكن تكون فايته على ناس انه عند ام هيدا ابنها عم بيتزوج ما بدها يتزوج ربته، في عنا هيدا التعلق بين الام وابنها، فكتير مهم تكون هي فهمانه وتكون سلسه بهيدا الفكره. لو شو ما صار تكون سلسه اول فتره، اذا حست باي تكمش من الام لابنها للابن. والشاب عاده اهين شوي عن البنت، ممكن يلاقي هيدا المشكله بلكي
مع البي او مع الاهل يلي ما بدهم الاحسن لبنتهم. نحن بعالمنا بدهم وبدهم احسن، بس كمان بده يجرب انه يكون عم بيتعاطى معهم بطريقه سليمه، يكون موجود ويكون قد حاله، يعني مش رح نقول قد حاله بس فهمين شو عم بيصير، يفرجيهم هيدا الموضوع. واثنيناتهم لازم يكونوا عم بيفرجوا لبعضهم ثقه متبادله واحترام متبادل عند عيالهم. طيب غير هيك كيف لازم المحافظه على علاقه سليمه بين هالاطراف المجتمع؟ هلا كثير مهم يعرفوا العرسان انه اثنيناتهم بدهم يطلقوا اهلهم ليعملوا عيله جديده. اوكي، يعني ما فينا نحن نحمل اهلنا ونجيبهم معنا على البيت. في فيلم ما بعرف بتذكر كان كثير هيك، ما بتذكر اسمه، بس بفرجونا انه العروس والعريس قاعدين بالتخت وامه وبي حدا وامه وبي حدا جايبينهم معهم على كل مكان، هذا براسهم يعني. فلا كثير مهم انه يتركون على جنب ليخلقوا عيله جديده، ما معناتها انه يبطلوا يتعاطوا معهم، بس لا يبطلوا يكونوا بعلاقه تكافليه ويدخلوهم بحياتهم ويحترموا هالاستقلاليه اللي عندهم اياها. وهذا الشيء كله مريم بيصير بفتره الخطبه او بفتره التعارف قبل الزواج بقد ايه؟ يعني مش لما يتزوجوا ببلشوا يقوموا بهالخطوات ولا الفتره لا اكيد قبل، اكيد قبل بدهم يبلشوا يقوموا بهيدي الفتره، اكيد قبل لما بتعرفوا على بعضهم بدهم يشوفوا الاشياء يلي هي بتهمهم مع بعضهم غير عن قصه الاهل، في كثير اشياء ثانيه بدهم يكونوا صريحين مع بعضهم، بدهم يكون التواصل تبعهم صحي مع بعضهم يعني. فلازم تكون حارفه هي انه هو قادر يتخلى عن كل الاشياء يلي عمول هيك سوى هيك هيدول، وهو عارف انه هي قادره تتخلى عن وجود اهلها كل الوقت حدا، والبنت عاده كثير بتلجا لامها، فقادر يعرف انه هي كمان قادره تترك وتجري تبني عائلتها. طيب مارين، كمان من اكثر المشاكل شيوعا بتصير وبنسمع فيها وقت التحضير للعرس، هون شو لازم نعمل تحت نتجنب كل هالمشاكل؟ هلا دائما بحيالله شيء بحياتنا، التواصل السليم مع الاخر هو الشغله المهمه، التواصل الصحي يعني يلي ما فيه الا عنفه. فانا بقول انه الاشخاص لازم يعبروا عن حاجتهم بالاول، يعني مش انه ليقدروا يحكوا مع الاهل، يعبروا عن حاجتهم انه هن شو بدهم، شو الاشياء اللي بدهم اياها ليقدروا يقوموا بالتحضير، بالتحضير كمان الاهل ما يتدخلوا. يعني اذا البنت بتقول انا بدي هيدي الشغله، هيدي حاجتي وبدي اعملها بهيدي الطريقه، نكون كثير واضحين عن نحن شو بدنا من دون ما نعمل مشاكل ونعيط ونصرخ. اكيد فعلا، وهون يمكن كمان ترجع هالعلاقه مع الاهل قد ايه في تفاهم بين الطرفين، يعني قد ايه هن متفاهمين، قد ايه بيقدروا يمكن يحطوا حدود للي حواليهم. هيدا شيء طبيعي، اذا هن مانن متفاهمين على هذا الموضوع اكيد ما رح يعرفوا يحطوا حدود لغيرهم. نعم. طب ديما خبرينا شوي هيك من خلال تجربتك كحدثك كأم وكفتره زواج بعد 31 سنه. اول شيء شوفي انا لما عم بقول انه بدهم يطلقوا الاهل، انا مثلا بالنسبه لي بشوف انه بالعكس بدك تتاقلمي مع الاهل مع العائله الجديده، لانه اغلبيه عيالنا شرقيه ما بنقدر نعمل هالشيء. بس انا بشان العروس بنصحها دائما والعريس كمان، انه العروس دائما تحط امه وابوها على راسها والعريس يحط امه وابوه على راسه، هيك بيكون في احترام. دائما لما بيكون في عند العروس او عند العريس الاهل خط احمر، هون ما بعود في علاقه منا هيلثي. عرفتي كيف؟ يعني انا بشوف هذا هو الاساس. وانا كوني اكيده انه انا مثلا بالنسبه لي بعد ما جربت انه تفوت عروس على بيتي، بس انه انا اكيد رح تكون مثل بنتي واكثر، يعني من بيتك من ميلة سهري بعتبر انه كانه ابن جديد فات على البيت. وبالعكس لما انا بكون عم بتمنى الخير لبنتي بكون عم بتمنى له كمان لإله، بالاخر كلياتنا عائله وحده وعم نكبر وعم يصير عنا احفاد شو يا مولانا؟ هلا الطلاق ما قصدي انه ما يحترموا، لا بالعكس لازم يضلوا محترمين، بس هي الفكره انه نحن العادات اللي منجيبها، الافكار اللي منجيبها معنا، الشخصيه او النفسيه اللي منجيبها معنا، لا النفسيه ما نجيب كل شيء حطوه علينا اهلنا أكيد. على هالعيلة، يعني
يعني رح احكي شوي اكستريميست يعني اذا هيك بعيده شوي أفكار. اذا البنت عايشه بعلاقه مع بي وام ما كثير متفاهمين في عنف معين ما تجيب هيدا الشيء لعندها على البيت انه بي كان يعمل هيك يعني انت هيك او تصير كانه عندها عقد هي يعني عم تحكي عن هيدي بدهم شوي يطلعوا من أهلها وأهلها وأهله ليقدروا هن يربوا بطريقتهم أو يعملوا عائلتهم سوا، فهيدي هي الفكرة. قديش كمان مهم إذا أهل الطرفين بيكونوا يعني مقربين من بعض، قديش هيدا الشيء بيخلق جو مريح للعروس والعريس؟ أهين بكثير بيصير هيدا الموضوع، يعني أكيد لما بيكونوا مرتاحين و هيدا شيء طبيعي. أوقات أنت وأهلك بتكوني يعني بتكوني صاحبة معهم، أنا مثلا بكون ظاهرة ماما قد ايه بتحبني قد ما بتحبني بتعمل لي ملاحظات بس لانه ماما بتقبل منها اكيد لا اكيد هيدا شيء طبيعي بس يعني انه اذا كانوا متفاهمين اكيد بس المهم ما يتفاهموا الاهل ضد العرسان هونيك انتوا على طيب مورين ليه اجمالا العريس او الزوج بينزعج نوعا ما من علاقه الصبيه من امها من والدتها لانه اغلبيه الوقت بتجيب شو بتقلها الماما على البيت هيدا هي دائما باغلب الاوقات الكابلز اللي بيجوا لعنا هي هيدي هي بتكون المشكله انه اما قالت لها هيك اعملي هيك ما تسوي هيك لا قال لي والبنت بتميل انها تخبر هيدا كل شيء لامها هيدي القصه كثير مهمه قصه التخبير هون بدها انتبه هيدي مش مفروض يعني لو قالت للماما على صحتها انه هي كمان تكون كمان تاخذ النصيحه تعمل منها اللي بدها ومش ضروري كل شيء كمان لا حتى هي مش ضروري كل شيء تخبر شو عم بيصير بالبيت يعني لا شو عم بيصير بالبيت لبرا يعني من المحلين فهيدا عشان هلا هي يمكن لانه دائما نصيحه الام بتكون بطريقه عاطفيه مزبوط يمكن هاي هي المشكله بس انه اجمالا ما لازم الكابل يقول اي شيء خاص للاهل صح اوكي للميتين مثل ما قال من الميتين في شيء نصيحه معينه او نصائح معينه بتحبي تعطيها لكل الاشخاص اللي عم يتحضروا هلا للزواج هلا كثير مهم انه يعرفوا انه في كثير ستريس بهيدا الموضوع انا ماني متزوجه ولا محضره بس انه شايفه كثير صبايا ورجال بيحضروا بيكونوا كثير ستريسي بيكونوا مش عارفين شو بدهم يعملوا مثل ما قلت الشوكولا اي متى التصوير كل هيدول شغله كثير مهمه يعيشوا انا برايي اللحظات يعيشوا مع بعضهم هيدول اللحظات بطريقه رايقه لانه شغله كثير حلوه انهم يحضروا فيعرفوا مسبقا انه ممكن حدا يكذب عليهم ممكن حدا يغلبط معهم ممكن حدا يضايقهم ممكن اشياء تركب بالغلط ممكن هلا ديما رح تساعدهم شوي 100% الستبس اللي لازم يقوموا فيها لحتى يوصلوا يكونوا مرتاحين يعني انه انا بساعدهم بس مش معناتها رح يوصلوا مرتاحين يعني لا هن بدهم يكونوا عارفين انه في اشياء ممكن تعصبون فيكونوا يبلشوا قبل يتحضروا نفسيا يكونوا يعملوا الاشياء اللي بتريحهم ينبسطوا يعني مش يكون دفوار لهم انه نحن عم نحضر العرس بالنهايه عم بيحضروا لاحلى نهار بحياتهم المفروض يحضروا يكونوا مبسوطين مبدئيا كتير. بس في منهم ما بيحبوا كثير هدول التحضيرات في منهم بخافوا في منهم هيدي هي بعقدوا الامور اوكي لازم نبسطها قد ما فينا وبلكي كمان مثل ما ذكرت نانسي ديما رح تساعدهم للعرسين بتريحهم اتليست شو خصصين لنا اليوم للعروسين اليوم عم عامله هيك جوله اجمالا انه بشو ببلش العرسان احنا مش رح نحكي على الخطبه ومن بعد ما خطبها وكل شيء انه عم تفكري بالعرس انه اول شيء بدك بدكم يقرروا على موعد العرس اللي هو كثير مهم عشان تعرفي شو بدك تحضري اكيد العدد محل العرس كمان اذا كان كمان عندك انسا يعني اوتسايد او انه برا او جوا وبعدين نشوف شو التام اللي هن بدهم اياه واذا لو حكينا شوي اوقات شو هو البادجت اللي الواحد عنده اياه ومع مع الفكره اللي بدي اقول لك اياها انا بالنسبه لي انه بشوف العرس الحلو هو قد ما عم بيصير هلا اعراس مثل بيقولوا مثل الف ليله وليله عم بيصير في اعراس انا برايي انا الخاص انه كثير مبالغ فيها يعني ما بقى بتقدر يصير في كومبيتيشن بين شيء وشيء العرس حلو يضلوا محافظ على روح انه عرس بطريقه حلوه واهم شيء صدقيني بالعرس هو العروس والعريس طبعا. هو الجو
لما بتكون هي العروس مهضومه والعريس مهضوم والكونسبت والفكره مهضومه وهن مهضومين، هلا اكيد مع هيدا كل ما بتكوني عم بتحطي ورد اكثر، عم بتحطي اضاءه اكثر، كل ما عم بتكوني عم تحطي ديكوريشن اكثر، ما حدا رح يزعل يعني. بس انه انا اللي بقدر اقول لك انه لما بتكون الفكره مهضومه هون بتقدري تعملي شيء حلو. بدك تطلعي على هيك او بدك تروحي متحمسه اكثر منها. انت بدك على بالك يلا بنقوم على الطاوله. شوف شو خصصت اليوم للعرسين، وعم نلاحظ انه راح اطلب اكثر الجولد. فيكتوريون شوي حتى ما تقولي لي دائما فينتج. صح. هي الفكره بلشنا من كارت العرس. هلا كارت العرس فيكون كثير سامبل حتى فيكون هالطريقة بهالطريقة. هلا اكيد هيدي الفيكتوريون فيكتوريان بس شوي طريقة اورينتال. اوكي بسم الله ما شاء الله. من جوا بيقدر يكون في الكارت، بيقدر يكون في بيقدر يكون في كادو. اجمالا بالبلدان العربية بياخذوا هيدي الطريقة انه بيبعتوا الهدية يعني معهم. فينا نعتبرها كمان سوفينير اللي هي هيك بالبلدان العربية. هيدا اجمالا صاروا بيعطوها مثل سوفينير من الاول. هلا مثلا هيدا كارت هون شوي لبناني اكثر اذا بدك. كارت لففته بطريقه بالاورغوندي او بالدونتيل بريتون. طريقه سامب بتفكيها بيطلع طريقه حلوه. حلو يعني فيك تتنقلي من هذا كارت. كمان هي علبه مخمل، هذا كمان بذات الوقت بتطلع كسوفينير. كسوفينير. هلا بتقولي لي اوقات بتحبي سامبل، نعمل سامبل اللي يعني اكيد سامبل كثير هي انك تعملي. بس اجمالا مطلوب يكون عندك كثير على الهواء. انا اجمالا من الاشخاص اللي بتروح بالكارت العرس الاوف وايت، بتحب الابيض هذا اللون. انا اجمالا الاوف وايت من غير ابيض اكثر هيك. اوكي بالنسبه للاكسسوار هون بيكون هون مثلا هون سوفينير مثلا كمان. اعتبري بالطريقه اللي بدهم يفوتوا فيها طريقه السيتنج. هون كمان كثير مهم قصه السيتنج. بكره بقول لهم للعرسين ينتبهوا كثير بس لما بدهم يجربوا يضبطوا طاولاتهم. هون اكثر شيء بيصير فيه مشاكل على الصحيح. اوكي هلا فكرت انا عم بطلع فيكي. هون مشان السيتنج اذا عم تعملي زون بتسميه هون اعتبري مثلا هون زون ناج. هون زون حسب دم العرس او بينحط إيه بس بطريقه صابونه بتعطيها للكابل او لهيك. بتنصحي يعني شيء هلا عم تحكي انه حسب الزون وحسب التام، بتنصحي انه كل زون تكون معمولة بتام معين؟ زون اوكي وقتها لانه كنت منقية اولديز حتى سبع فلومي. اوكي ومثلا كنت عاملة بريكفاست اتيفاني مثلا عاملتها، عاملة مثلا اشياء بلاك اند واي كوكو شانيل، كنت عاملة اشياء سو كان يعني كانوا بس اكيد بده يكون عندك بعض. هلا كانوا مختلفين بس عندك نفس الروح إيه يعني أكيد. اللي هي الاولدست بس مثلا بمحل فاتي جلامور اكثر بمحل فاتي هي اخذت معي وقت يعني لدرستها إيه بس أكيد. هي الفكره كانت انه من فكره كاميرا والعريس ديما ما زعل انه نقيتي سبعة زون. هون بدنا نشوف مريم لحالك شغلي. هلا اول شيء العريس ما عملت شغله غير ما اخذت الكونسنت تبع العروس والعريس لانه بالاخر هيدا عرسهم. يعني انا طلعت الفكره معي بس يعني. هلا ما دخلت كثير معهم بتفاصيل لانه التفاصيل ما بتقعدي بتخلصي. بس انه اخذت الاشياء المبدئيه واهم شيء هن قالوا شو بدهم وانا قلت شو بدي، بعدين ما رجعت خليتهم يدخلوا بقى بهدول التفاصيل. كافي انا هيك وقفت لحطت لهم حدود وكافي. لا لا لانه بدك تعملي شيء يعني بالاخر هلا هن دخلوا مثلا بالزفه دخلوا باشياء معينه بس مثلا الورد شغلتي انت من اهل الاختصاص يعني لازم يرجعوا يلجأوا. بتعرفي لو انا من اهل الاختصاص اوقات يعني انا كمان بحب انه يكون ذوق بنتي او يعني ما بيمنع انه اخذ راي معين بس ما كثير لانه اذا تدخلي بكل تفاصيل صدقيني وصدقيني ساعتها رح يروح العرسين على المدينه دغري. بس ما عم بتقولي تدخلوا هن بال نهار العروس نهار العرس صدقا اوقات ما بتشوفي شيء يعني انا كام عروس صدقيني يومتها ما شايفه شيء قدامي يعني حتى كان في اشخاص اللي هي كانت مثل شركه هي عملت لي الاشياء اكيد مع الافكار اللي انا كان بدي اياها لولا ما كانوا موجودين
تصدقيني يعني اوقات تتفاجئي. انا تفاجات ب 150 شخص قبل بيومين بالزايد مثلا، يعني عم بعطيكي يعني لو ما في كان في اشخاص وراي وانا كنت شوي كول ما كنت بدك طلبتي كل شيء بطريقه. اكيد 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 كان الوضع ما كان كثير منيح، رجع صار الوضع منيح وفي اشخاص قبل ومش الحال. طيب ديما شو بعد بدنا نحكي على هالطاوله؟ عم نحكي هون مثلا هون حبه شوكولال كثير كومبليكي، يعني هي مثل سوفينير او شيء محطوطه على حبه كب كيك مثلا. هون مثلا اذا كنت كثير دارج تعمل السفره اللي هي الكانديز ستيشن او الكانديز ستيبل، هدول على الريسبشن قبل ما تفوتي على العرس، على العرس انه كثير مهضومه تكوني حاطه مثلا انواع ملبس، انواع مارشميلوز، انواع هي طريقه اذا بدك شوي امريكانيه بلشت، بس انه هيك عم تطلع كثير كثير مهضومه يعني. طيب ديما بالنسبه للدول العربيه شو الالوان اللي عم بيطلبوها بالضيافه؟ بالبلدان العربية أكثر أشخاص أوريجينال، لأنه هلا شوفي الجولد دائما هذا الجولد دائما بالبلدان العربية موجود، وهو أنا إجمالا بحب أشتغل بالجولد أكثر ما أشتغل بالسيلفر، لأنه أنا من طبيعتي شوي رومانتيك ولون الجولد مع ألوان الترابية بيعطي شوي حرارة أكثر. الابيض لون بحبه كثير بس الفضي بيعطي بالنسبه لي انا بروده ما بتحبي، وانا اجمالا بشغلي بحب شوي يكون عاطي عاطفه اكثر، بقى مشان هيك دائما بتحبي نرجع على الطاوله هيك ونتابع بحديثنا. بدي اسالك ديما عن الملبس، بعده مطلوب الملبس بتلاقيه بكل المناسبات بكتاب ملبس اكيد، لانه اصلا إذا بتقولي البونبونيرا لما بقولوا بونبونيرا هي كلمة اليانية يعني هي ملبس يعني هي الأساس. بقى نحن مشان هيك ببيروت يعني نحن أنا كبنت بيروت عنا بكتب الكتاب أهم شيء الملبس بيقولوا المطبقية هيك بيسموها مطبقية، نعم. بقى إنه بدك تحطي فيها ملبس أو ثلاث حبات أو خمس حبات يعني بيقولوا وتر يعني 3 او 2 او امبير يعني أوكي. هيدي من العادي يعني لو كان شمعة لو شو ما كان بدك تحطي الملبسه. انا هي بالنسبه لي كثير مهمه، وحتى بالعرس بيعطي يعني بيعطي حلو بيعطي اناقه. في اشياء بعدين اسمها عادات وتقاليد، يعني العروس يعني قد ما كنت اوريجينال ما حتلاقي يعني فستانها مهضوم اذا كان زهر يعني مثلا صح. اوكي فيك تدخلي يعني في اشياء بدك في اشياء اساسيات اسمها عروس اسمه عرس اسمه ملبس بعد، بس فيك انت قد ما بدك بقى تكوني اوريجينال باشياء معينه. اوكي بس دائما شغله بنصحها دائما للعرسان انه بدهم يعتبروا انه هالعرسان صحيح هو عرسهم ومطلوب يكونوا مبسوطين فيه، بس بدهم يعملوا حساب انه في عدد اشخاص بدهم يحضروا، يعني ناس اوقات كبار بالعمر ما راح يستغنوا عنهم صح. اوقات اشخاص هيك يجربوا يكونوا عاملين بروجرامهم بطريقه انه الكل يكون مبسوط، يعني اللي حابب يكون موجود ويشوف مثلا هن عم بيقصوا الكيك يكونوا موجودين، وحابين يرجعوا مثلا مثل ما بيقولوا يهيصوها اكثر مع الشبيبه اكثر كمان، يعني هدول الاشياء كمان ينتبهون، لان ما فينا نقول انه رح نعمل عرس بس للشباب او عرس بس للعائله، كمان يعني هدول الاشياء بدنا ننتبه لهم. النصائح كلهم بس هالعروس صدقيني هدول النصائح كثير مهمين اهم من الشيء اللي يعني بس توجهوا لعندك العرسان تنصحيهم. هلا انا شوي كثير انا شوي هيك انا عم بحكيكي جد يعني بتصير العلاقه يمكن هي اكثر صداقه اكثر. بتعرفي ليش؟ قصص الورد وقصص هيك كلياته في اختصاص، بس بتعرفي اذا اوقات صارت مشكله بوقت عرس ما حدا بيقدر يحلها، بقى انا بصير مشان هيك انتقلت انه خبرت لانه كوش ارتستيك كنت عم بقول لها انه صرت انه اوكي بعد خبره سنين بصير هيدا بحسه كانه بنتي وهذا كانه ابني، وبصير بالعكس بدنا بالاخر هذا دليل الشغف. لانه بالاخر انا شو بكونوا عم بياخذوا من عندي حبه شوكولا او سوفينير بالاخر، بس خليه يكون هالسوفينير حلو، لو حبه الشوكولا هي الوحيده بهالعرس الكبير هالسوفينير او هالحبه الشوكولا هي اللي حتضلها بالبيوت صح. خليهم من عند هالعرسان ياخذوا بيقولوا هيدي تعند ديما او ديما او شيء لما حطنا
ديما 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 ميرسي كثير لحضورك معنا هيك دائما عن جد عملنا اجواء مميزه بنبسط بس طلع معنا بهيك حلقه بوزيتيف شي انا طمنيني شفت عم تضحك ميرسي كثير ديما وبنشوفك قريبا جدا مريد كمان نتشكر حضورك وميرسي لكل النصائح اللي اعطيتينا اياهم اليوم شكرا فاصل اعلاني ومن بعدها التغذيه ونصائح من رامونا خليل خليكم معنا صنفي الفرنسية الأصلية من سيدار عائلة أبو فواز يبغوا يوفروا وقرروا يشتروا أشياء رخيصة المكيف الرخيص خرب اللمبة الرخيصة طفت وكيس البلاستيك الرخيص اتقطع وتعلموا بعدها إن الأشياء الرخيصة مو توفير لكن فيري يدوم ثلاث مرات وأكثر من ثاني أفضل سائل غسل صحون مبيعا فيري يدوم ويدوم ويدوم أنت ما تنجمتش بسبب صراعات مع مشاهير؟ أنا بنتي أنا حر قلتي لا أعرف دوراً ممنوعاً في نجمات كتير قلعوا مهما قلعوا ما كانوش نجمات أغرب الرقاصة ما تقعدش على كرسي المذيع الإيحاء السيء ده اللي بتلمحي عليه أنا ما كنتش عارف فشلت جماهيرياً مين الفشل ده؟ تكلمي عن مين؟ ما حدش نجح زي موضوع مش كبير أصلاً بتسمي عدائك لبعض الشخصيات إيه؟ بشع مش إنسان سعاد حسني دي في حتة وبقية الناس كلها في حتة تانية في هذا الإعلان لا تتخيلي رد الفعل إيه؟ مشاهد ساخنة ولا لا؟ وهم موجودين لا لا إذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت جبان مصارحة حرة الأربعاء الساعة 9 المساء على الـ LBC قريبا إنتاج روتانا In the dark I see your smile Do you feel my heat On my skin Take off my clothes تنواكب الموضة ونكون glamorous منه سهل أبداً بده أنه نبقى دايماً على اطلاع على كل الترندز يلي عم يطلقوها الفاشن ديزاينرز How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? أنا دايماً بختار كاتووك لأتعرف من خلاله على أخبار الموضة كاتووك يومياً الساعة 11 المساء على الـ LBC كثير من أغانيها بحب أغانيها ما بيفوز اللي بيطلع من من الأواخر هو اللي بياخد هيك قلوب الناس أكثر يا ريس بحرية عبديت معهم صغري وعليهم بنية أضوه ما وعدتك بنشوب الليل لطلع حمل غيوم الشمس سولا تنين الساعة 9 المساء على LBC نحن اليوم جينا لهون تنعلمكم على اشياء طيبه شو الاكلات اللي بدها تبلش تشتغل فيها ليك شو حلو شو بدك تحبي معها بدنا حرص ثوم نحط التوميت بدي اتعلم انا الاكل يعني بدك تقلبهم على تاني ماك كلهم عم بطالبوا انه بدهم يجوا لهالبرنامج مشان حتى يطبخوا لنا اكلات طيبه مع نار لطيفه. عنار لطيفه يوميا الساعه 12:30 الظهر على الـ LBC.
ضيفتنا اليوم خبيرة التغذية رامونا خليل، رح تعطي كل صبية نصايح غذائية طبعا لكل صبية عم تتحضر لعرسها، وكيف ممكن كمان تساعد خطيبة يتبع عادات غذائية صحية. أهلا وسهلا رامونا. هاي نانسي، شو أخبارك؟ أنا منيحة. أهلا وسهلا رامونا. اشتقت لك، عم تجي بغياب الشيء؟ مرة واحدة بس. تأكدت. يا ميت أهلا وسهلا. رامونا، إذا واجهت العروس مشكلة إنه خطيبة ما بيتبع عادات غذائية صحية، كيف ممكن تتصرف؟ وهيدا السؤال مش بس موجه للبلد جوز، لأنه اعتبرنا بعد 6 شهور كله هلأ موسم أعياد وأعراس، سوري، بدنا نبلش نعودهم كيف يغيروا نمط حياة. أوكي. ما أنه كلنا بنواجه هالمشكلة نانسي، مش بس البلد جوز، أهم شغلة أنه ستارتينج بظهراتهم. يعني اليوم بتعرفي خطيبك أو جوزك بيسألك دايما وين عبالك تروحي، هون لازم تدوي انه ما تروح على يعني مطرح ايطاليا لنقول، نقي مطارح ممكن نلاقي سوموغريه، ممكن نلاقي سمك ابيض مشوي، ممكن نلاقي ستيك، ما يكون كله فاست فود وبرجر وبيتزا. اوكي. ثاني شغله معقول ندوي كمان عليها، انه لو كان الشاب اللي قبلنا البارتنر عنيد، يعني كثير توتالي ضد الفكره وبحب الاكل وهيك، هي تضلها بوزيتيف وتضلها تغير عاداتها هي. يعني اليوم اذا هي ظهرت معه وهو طلب تالياتيل معكروني مع صوص بلانش وهيك، هي طلبت سلطه كينوا مثلا، لانه هلا ترند بالعالم هو الكينوا، بتكون هي اخذت بروتين اكثر، بتكون اخذت كالوري اقل، بتكون علت عضله، وما انه علت عضله بطريقه الاكل بلا رياضه حتى، يعني عالي حرقه. يعني هيدا العروس ان 6 مانث بيريد معقوله تنزل 10 كيلو بدون ما تنتبه، ولا راحت عند اخصائيه ولا تبعت. يعني بتكون عم تسرع عمليه الحرق. الحرق مظبوط. اوكي. الميتابوليزم يلي هو ما بيعلى بشهر، بيعلى بشهرين لثلاثه، دونك اليوم هول العوايد كثير بياثروا على بعض. بعدين كمان إذا هي بدها تفوتوا على هيدا النمط الحياة، إذا عزمته على الغداء أو على العشاء، كمان تطبخ له شيء صحي ويكون طيب. يعني اليوم أكل الدايت كله كل العالم بيعتبره إنه منه طيب، كثير هيك أوبيتال وما بعرف شو، أكل مستشفى، بينما هو للحقيقة أكل كثير طيب. رح أعطيك إكزامبل. لاست تايم أنا من تقريبا 1 ويك قررت أعمل لازانيا، أوكي؟ بما انه البارتنير الخطيبه بيحب اللازانيا كثير، عملتها صوص روج. أوكي. حطيت موتزاريلا لايت، شويه بارميزان، حطيت نقطه خل، بندوره طبيعيه، غليتها مع نقطه ملح، ملح الهيمالايا لانه صحي اكثر البينك، مع شويه شوجر عندنا ستيفيا اللي هو ما بيعمل كانسر، وغليتها كلها مع لحمه مفرومه هبره، ما اضطريت احط ولا نقطة صوص بلانش. أوكي. من بعد ما دي انغرم فيها قال لي نو واي انه هيدي دايت. اليوم نحن هيك بنخليهم يحبوا فكرة الدايت. يعني انت اكيد ما راح يقدروا يعملوا مثلك ذات الشيء رامونا، لا يعني كثير هيني، ما انا مثلهم بجرب وبكبكب اوقات وبرجع بتعلم. طيب رامونا، هلا اعطيتينا انت تقريبا بعض الخطط للصبية تقدر تعود البارتنر تبعولها على اسلوب حياه معين وعلى نظام غذائي معين، في شيء ثاني بدك تزيديه غير؟ اكيد يعني أكيد. هلا الظهرات اتفقنا بالمحلات اللي ذكرتيها، ما بدنا فاست فود، في نهار الاحد تعمل له سباجيتي مثل ما انت ذكرتي. اكيد نحن وي هاف تو بي سمارت، نحن لازم ناكل كربوهيدرات يلي هن النشويات، المعكرونه والرز والبطاطا، بس ناكلهم عاديات ما يكونوا مقليين. اوكي. يعني ودائما وقت تكون غش. طيب لا مرة أكيد. بالجمعة مثلا اكيد نحن انا كل البيشنتس عندي مثلا الاحد بعطيهم لنقول 10 حبات بطاطا مقلية، يعني كمشة. اوكي. هو واحد ما يحرم حاله، مهم يعرف كيف ياكل، حتى لنقول ظاهرين يسهروا، اوكي، بجو كله جوسز ودرينكس وهيك، اهم شغلة انه الاثنين الكابل ياكلوا قبل ما يروحوا. ونحن وين ما نروح بتعرفي ببلادنا العربيه دائما عندنا البزورات وهولي والشيبس والدب وكل هالقصص. اكزاكتلي. يعني مثلا صحن الناتشوز بحطوه قدامك، البطاطا عليه جبنه، 800 كالوري، اماجن. يعني اليوم هيدا عم نتسلى بعدنا وهيدا بعد ما اكلنا. دونك اليوم شو بتعملي؟ عواصلتك مثلا قربوا لك يوم بتقولوا لك عندك جزر، جيب لي جزر، انه عرفتي بده يكون واحد انه عنده الويل ومفكر فيهم، بده الاراده يعني كمان يكون خلص، يعني تكون حتى براسها هي وخطيبها كمان بذات الوقت. اكيد معك حق، وبلس انه قبل ما يروحوا يكونوا متعشين. هيدا اهم شيء، تكوني انت مرتاحه واكله، ما بتضطري انك تزعبري.
اوكي هيدا اهم نقطه. شو بعد في عندنا هيك تيبس؟ كمان one of the tips انه بتعرفي لانه كل الكابل بيروحوا السينما دائما وقتها يروحوا على السينما مثلا بدل ما ياخذوا البوب كورن لانه البوب كورن كثير بقلبه اويل ياخذوا الذرة مع الكمون بحطوا عليه البوب الذرة مع انه بيقولوا انا بسمع انه الذرة اللي عاده بيقدموه بيقولوا انه بنصح كثير لأ هلا هو كل تقريبا كوب 160 كالوري يعني اذا اخذوه مع بعضهم 80 كالوري ب 80 كالوري بيعتبر سناك اللي رح نحكي عنهم هن لازم يكونوا اقل من 100 كالوري او 100 اوكي دونك ما بيكونوا نصحوا ما بيكونوا اخذوا كالوري لانه البوب كورن الكبير لحاله 500 كالوري اوكي هي اخذت 80 في اشياء عن جد يعني نبقى عم نلقمش مش عارفين يعني كل كل شغله قد ايه فيها كالوريز هلا عم ننصدم ما كفى ولما قالت الاحد بسمح لهم كمان للمرضى عندي انه بهيك يزعبوا قلت انا حتسمح لهم بشي بيتزا مثلا طلعوا 10 حبات بطاطا هولي لا ما عليه فيهم ياكلوا البيتزا بتنحط باي دايت يعني انا كمان بنعطي البيتزا رح اقول لك شغله مثلا نحن اليوم اذا ما نحكي بيبروني اوكي البيبروني هو من اللحمه المصنعه كل البروسيس برهن وقالوا بالمنظمة العالمية للتغذية انه ايجال بيعمل كانسر لانه اول شيء طريقة تحضيره وعملينهم والبروسس مثلا كل النترات اللي بقلبهم بتحول لنيتريت بيعمل كانسر طب اليوم نحن ليش كاخصائيين بنضلنا عتلانين هم انه بليز بدكم تعملوا بيتزا عملوها على شكل مارغريتا الايطالية بايطاليا الاصول المارغريتا هي رقيقة نحن العرب بتلاقينا بنسمكها كثير والانجريديان انكريدبل بنحطهم طب اذا كانت رقيقه قد ايه تقريبا وقتها يظهروا اثنين كابل مع بعضهم حتى لو دينر مارغريتا بتيجي لنقول هالقد بياخذوا جات سالاد جرين مع وحده شيرينج ما بينسحوا بيضعفوا لانه هي بقلبها بارميزان موتزاريلا بقلبها فطر الفطر بيعلي المناعه واوريجانو وهي رقيقه دونك نحن نروح على مطاعم ايطاليه اذا عندهم رقيقه بس مش انه الفاست فود اللي بناخذهم ايزي تو جو هيك بيبقوا سماك وكبار. طيب رامونا بما انه حلقتنا اليوم خاصه بالعروس والعريس، شو بتنصح العروس مثلا العروسه اللبنانيه تحضر من الطبخ اللبناني من المطبخ اللبناني؟ بتعتبري انه بقى شو هو شو هن المأكولات اللي بتعتبريهم صحيه وممكن شريكها ما ينصح من ورا؟ اكيد كل الطبخ هو صحي اذا كان عم ينطبخ اول شيء بنوع اويل هيلثي يعني لنقول زيت الكوكونات بكميه قليله او زيت البلح الاحمر هلا صرنا نحكي عن امور جديده او زيت الكانولا بكميه قليله هلا طريقه الطبخ نحن اهم شيء لحمه تكون هبره مثل ما بنعرف عجل او ايفن معزه او دجاجه صدوره او الفخذ بلا جلد الفخذ هو ثاني كاتيجوري يعني الصدر افضل هلا كبنت لبنانيه لنقول او حتى العرب المراه ببيتها لازم تعرف انه بدها تعطي الغذاء لكل الاعضاء اوكي يعني اليوم كم واحد منا بيعمل كرامبيت بالنهار ليه بتطلع عليهم ما بياكلوا حبوب مطبوخه مهم انه نطبخ ببيتنا مرتين بالجمعه حبوب يلي هن فول بازيلا لوبيا بس اليوم مثلا بدل ما تكتري رز بتكتري بازيلا لانه فيها غذاء البروتين اكثر اوكي عملتي مثلا مرتين بالجمعه سمك كم بيت لبناني وعربي بيعملوا صومو ببيتهم للاسف ما كثير بنلجا للصومو في ماء وكل المدخن يعني الصومو المدخن هو سرطاني مضر كمان مضر نعم لانه كمان مزيت اكثر هو البروسس بكثر الاويل بقلبه دونك اليوم اذا انت ببيتك عودت جوزك تعملي له صومو تبرج عليها زنجبيل وحامض وحتى كينوا مع سلاد مع خس الكيل اللي حكينا عنه كمان بحلقات سابقه البيو بيتلاقى بلبنان وبرا هلا دونك طريقه الاكل لها التوابل لها حقها بالدايت لانه اليوم انتوا تحطي حامض واوريجانو وكزبره بهارات بتطيب وتبطلي تحسي كانه دايت معمول يعني بتطيب الاكل حق. وبتعلي الحرق مثل ما قلت البهارات مهمه لانه صحيه وبتعلي الحرق طيب رامونا شو في سناكس اذا الصبيه او الشاب ما عنده وقت هيك ياكل اكيد وما يكون فيهم عاليين بالكالوريز اكيد نحن كسناكينج البنت اللي عم تحضر لتتجوز لازم بهو ست اشهر وقت لتضعف بدون لنقول عاملي فكره الدايت براسها بس بدها تنتبه اول شيء كل شيء
نوتس. هلا وين ما كان صرنا بنلاقي 100 كالوري مكتوب عليهم اورجانيك، يعني مخلوط. انه مثلا هيدي اذا ما معها وقت تحط تفاحه بساكه بتلقط هيدا وبتاخذهم معه. عباره عن جوز ولوز، جوجي بيريز بقلبه، التوت اللي حكينا عنه بالحلقه الماضيه بقلبهم، بلو بيريز، يعني امور بعلوه لحرقه وامور بخلوها بنت حلوه اكثر كوجه قدمه على زواج. والاهم من هيك ما بحسسوها بالجوع. اوكي. عندنا كمان اكيد الفواكه، اذا بنبلش بطريقه طبيعيه، تفاحه، كل شيء قطاب التنس تاخذ مرتين منه بالنهار، تفاحتين، انجاستين، لنقول درقتين، عرفتي؟ انه حتى خوخ، اربع خوخات او اربع كيوي او كبايه عصير برتقال. ممكن مثلا نحن عندنا بجو لايك بالبوتيك، عندنا بالسانت، عندنا تشيبس اورجانيك ب 99 كالوري. اليوم تشيبس بالسوق كله تقريبا 400 وحده حراريه، هو انت اليوم ممكن تاخذي سناك بدون ما تحسي بقلت. ممكن تجيبي رايس كيك على شوكولا، في منهم كل البراند بالبلاد العربيه كمان بالسوبر ماركت عادي. صح، كل وحده تقريبا بتوازي حبه فواكه 70 كالوري. اوكي، عرفتي؟ يعني ماشي. عندي هيدا الاوت بار كمان 92 كالوريز. يعني هيدي كلها 92؟ بس 92. عندي الاوتس كمان بشبع يعني لفتره. هيدا غرام البنات اللبنانيه 70 كالوري. واهم شيء ننسي كل اللي عم فرجيك اياه، يعني بقلبه يوميا اكيد واحد أكيد. شوكولا فيكي كل يوم تاخذي شوكولا بالدايت. اوكي. واهم من هيك ننسي انه اليوم ال70 كالوري اللي عم بحكي عنه، اهم شيء انه دارك او ميلك شوكليت الاثنين في منهم. صح. بس ما بقلبه سكر اصطناعي، ما بنعطي زبوناتنا سكر اصطناعي. عندي شيء كثير مهضوم، الحر الكيان هو كمان بيعلي الحرق. هلا ببلاد العربيه حتى بلش ينزل اوت كراكر اورجانيك. هيدا بتاخذي مثلا منه كمشه بتاخذيها، شوفي صدقوني وقتها تاخذوه ما بتجوعي. انا وقت باخده مع اللبنه الصبح. ممكن في اشخاص يحسوا بنفخه على الاوت، يعني انا ما بعرف اذا من الاوت ولا لا، بس مرات بس اكل شوفين بس عندي نفخه. معك حق. ننسي في الفود انتولرنس يلي ممكن تعمليه، هيدا بحدد اذا انت بتضعفي على القمح او على الاوت او على حبوب مثلا البكويت او الكينوا. من هون بيتركب الدايت، ومن هون الفورم تبعولك اللي بتاخديها ما بتاخديها بريجيم. هذا شو بتعملي؟ فحص دم بيعملوه لحتى 100%. اوكي. فحص نحن عنا اياه، جايبينه من برا من كامبريدج، عليه ابروفل، بناخده بنحلله. وما في شيء اسمه ننسي انه طلعي على ميزان وقول لك هي بتنصك هي بتضعفك، كله من خلال الدم. هيدا هو اللي بدي اياه. هيدا خلص نكست ويك. نكست ويك. اهلا وسهلا فيك يا رامونا، ثانك يو كثير على كل النصائح الغذائيه اللي بتشدينا كلنا فيها، شفتي قد ما تاثرت بدي كلهم نصير انتبه عليهم. اهلا وسهلا فيك يا رامونا، بنشوفك ان شاء الله عن قريب. رح نروح فاصل، ومن بعد الفاصل مباشره عرض أزياء للمصممة جينا غنطوس. أنظمة صمت الفرنسية الأصلية من سيدار. أنظمة صنفي من سيدار. صنفي، أنظمة ريموت كنترول لجميع أنواع الستائر من سيدار. صنفي مصنوع في فرنسا. ستائر بريموت كنترول صنفي، ضمان 10 سنوات، موجود فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. كنت متجوزة قبل كده؟ أبداً خالص. كنت مقال صح؟ بس يا أمير هتفرحوا طبعاً بي، أنا بحب الجوز. حلم وانا صدقت حلم. رجاله الضعاف بيخافوا منك. انا ما عنديش الجرأة ان انا اعمل كده. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين يا استاذ. يا ساتر يا رب. هاني شاكر يغني يا دنيا، كنت هلطم والله العظيم. تفرحي لما تزعجي. اللي بتكسف منه في الحياه مش هتعمل قدام الكاميرا.
يعني. لا انا ما بحبش الراجل قصير. انا عمري ما اشتغلت في نايت كلاب. عندي حاله جنين. الحريم اسرار الجمعه الساعه 9 المساء على الال بي سي. جديد الفنانة أنغام أحلام بريئة لسه فاكرة أيامي. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة فقط. قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999 رقم دو 1560. أهي جاد أهي جاد بين البنين ما بقولهاش طول ما انت بعيد بعيد. انا بطمن اكتب لك تعهد تسيبني حتى ناقصه. انا مش حبيبتك صفحه وقبل ما تقفل ما عمري ما هنسى بصوره. اجمل فتره في حياتي عن ذكرى الموسيقى لحظه غروب الشمس وشرق اول مره. حالياً في الأسواق أنا ممكن أكتب لك تعهد. إنتاج روتانا. أنا عايز الجدع عايز البرنج على عيال الفحارة كلها. عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كده زي ما هي على غير الوضع. تديك كف اكسر لك عين تعملها الاثنين. ما كنتش كده يا سيدي اللي جرالك. جرالي كتير. جرالي كتير يا معلم. حواري بوخارست يوميا الساعة 5:30 المساء على الال بي سي. مين تراجع؟ ساعة موسيقية بامتياز نسمع فيها أجمل وأنجح 40 أغنية بالوطن العربي عم بيتنافسوا على المركز الأول بالسباق الرسمي والوحيد شارت توب. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الال بي سي. وهلأ فقرة الأزياء وبيسعدنا اليوم تكون بضيافتنا مصممة الأزياء جينا غنطوس. أهلا وسهلا فيك جينا. أهلا فيك ناسي. أهلا وسهلا كيفك؟ تمام الحمد لله. شو أخباري؟ بشرفني أنا أكون بهالبروغرام الحلو يلي كل عروس بعتقد أكيد حتستفيد منه كتير. أهلا وسهلا. ونحن أكيد سعيدين أنه حضرتك برفقتنا وبالأخص أنه ست جينا صار لك أكثر من 26 سنة بهالمجال. فهلا رح هيك تخبرينا اكثر عن هالاكسبيرينس الطويله وشو واجهتي ايضا الصعوبات. 26 سنه حلوين متعت فيهم كثير وانبسطت فيهم كثير وحضلت اتمتع لاخر يوم يمكن بحياتي فيهم. علموني اشياء كثير. علموني انه كل شخص اذا بحب مزبوط شغلته اكيد حيبدع فيها لانه حيعطيها من قلبه. وفيها كثير اكيد تضحيات ان كان بمجال العائله او بمجال الشغل. بس المراه بحس انا بشكل عام عندها قدره كثير قويه انه تعمل موازنه بين حياتها العائليه وحياتها المهنيه. يعني بحس انه انتم كمان يمكن هالشيء بتحسوا. بتعرفي نحن تحمسنا هلا تنشوف الفساتين لانه قلتي لي بتحس الاول لإلي والرابع لنانسي. فعلا هلا فيكم هيك حسيت اول فساتين اكيد ان شاء الله. بس هلا اول جينا شو ابرز محطه بمسيرتك العمليه؟ اوه في محطات كثير. محطات مثلا في عندي محطه كانت حلوه وقت صار انتخابات لا انترناشونال ميس وورد توب موديل. انا لبستهم فساتين سهره ولبستهم توجتهم
اخر خمسه بفساتين عرس لاول مره كانت تصير هالشيء هيدا. حلو. كانت تجربه حلوه وفي محطات في مسلسلات كثير لبسوا البطله لبست من عندي، في فيديو كليب مثلا مي الحريري وقت عملت فيديو كليب تبعولا كانت تجربه حلوه كثير، تعرفت عليه شخصيا كثير ست طيبه طيبه كثير معي، دائما في شيء جديد بحياتي على طول يعني. حلو، رح نبلش هلا نشوف التصاميم هيك وتحكي لنا اكثر عنهم جينا، ونبلش مع اول موديل. هذا فستانك هيك حسيت اوكي بده جسم حلو هيدا الفستان يعني لانه بيبرز جماله للعروس، بده جسم حلو كثير وكثير سمبل بس كثير كلاس كمان. هلا اذا برمت كمان عم نلاحظ في دانتيل كانه في دانتيل، في دانتيل الفرنسي، في الكوبور الحلو وما في شك يعني. هلا في كثير بساطين ما بتلاقي فيها الشك، بس بده يكون فيها شيء، بدها تكون بتحكي بقماشتها، بدها تكون بتحكي بقصتها. هيك فستان اذا ما كانت الكت تبعولته كثير مرتبه بتطلع العروس في جسمة ابدا مش حلو، وشغله اكيد دقيق هيدا كثير كثير شغله دقيق وقماشته كثير ثقيله. مهضوم هالدرس، في كثير صبايا عم بيتوجهوا لهيك انواع من الفساتين مش البرنسس كات، عم بيروحوا للسمبلسيتي كمان كثير. بقول البرنسس كمان لازم يكون في سمبلسيتي اوقات، بس كل عروس بتحسي جسمها له فستان معين وبتميل لشيء معين. هون شو عم نشوف؟ هون في قماشة كثير جديدة عم نشتغل فيها السنة، هي الميكادو. هيدي القماشة الفستان يلي بتكون مات، بتكون كثير ما في رزوم إذا بدها تلبس جيبون العروس لأنها بتكون جامدة، بتكون واقفة، بلس أنه الكم بس هون محطت لجيبون لا؟ جيبون كثير خفيفة لأنها طويلة العروس، إذا كانت على أقصر فيني أحط لها جيبون بعد أكبر وفيني ما أحط جيبون بالخالص، بس لاحظة الكم كيف هو عاطية في ناس وجناس كثير. هيدي خرج يمكن الصبية الرومانتك هيك. خرج الرومانتك وخرج اللي بدها تبعد عن الفساتين الديجا فيو بحياتنا الطويلة. حلو كثير الظهر باي ذا واي، وحلو كثير حلو هالفستان. لاحظت انه ايه بدي لها الحلق، حتى حلق تصميمي طبعا كمان كثير حلو الحلق. اوكي هون هيدا فستان كمان يعد من الفساتين اللي قماشتها الكثير ثقيله يلي فيها الدانتيل مثل الدانتيل بريتون. نعم. ويلي بتحب الواسع وبتحب البرنسيس يلي عندها مثلا هيك كل عروس في عندك بجسمها بدها تعرف شو بدها تلبس، انا اللي عندها اوراق اللي ناصحه من تحت شوي لبسها هيدي القصه بيبرز لها خصره وبتخبي يلي بدها اشياء هي تخبيها، ونفس الوقت يا ريت بتبرم العروس برمي سريعه تتشوفي شو مريح يعني بتبقى عم تتحرك مريحة، عم تتحرك بطريقه كثير مريحه بتخليها تكون بيوم عرسها مرتاحه مبسوطه يعني. بس لاحظنا جينا الظهر كله فيه هالنوع من الازرار من ورا. هلا البوتونات كثير السنه مطلوبه، بدي انا بهتم كثير بظهر الفستان لانه عم بيكون في فترة معينة المدعوين كلهم عم بيتفرجوا على الفستان من ورا. ايه اكيد ايه ايه فبده يكون عم بيكون مشغول كله من قدام ومن ورا وبكل ال هون عروس عروس نانسي هيدا نانسي حبيت لها الفستان كثير ما بعرف ليش بتعقد بحسها فيه. اوكي هون شو؟ هون في عندك القبة الفينك اللي انا كثير بحبها هيدي القبة بتعطي، هلا اذا لاحظتي ولا فستان مرق سترابلس صح. نبقى نحن من شي 7 سنين صحيح. كان كل الفساتين كانت سون بروتيل، هلا صارت انه اذا كانت هيك الفينك حلوه بتعطي مدى من هون بدها رقبه طويله، بده يكون خصره كثير صغيره العروس لحتى يعطيها هالجمال هيدا بالخصر، بده يكون فيها الشك كثير ناعم من الشك الثقيل يعني شك الشوروفسكي الحلو، واذا بتبرم العروس بتشوفي كمان بما انه في فينك من قدام من ورا كمان في على ظهرها يعني بيعطيها طريقه حلوه. على فكره هيدي القبه الزينك قليل ما بنلاقيها عند العروس، قليل ما بنشوف انه عروس عم تلبسها مع انه كثير بتعطي شياكه وكثير فيها هيك بتعطي شيء طابع خاص للعروس. فستان الخامس هيدا فستان الخامس فستان كثير شيء كمان شيء كثير جديد وشيء كثير حلو بطريقه الشكل اللي فيه القويه على الكم يعني انا مقويه كثير الشكل
فيه كمان الزفي من ورا بلس انه تنورته بلين ما فيها شيء ابدا لانه حطيت الضغط على حلقه مثلا ليكي وين بتصير الحلق كثير قوي بالشغل مع الكمام بس هون عم تتخيلي بالاضاءه وبالعرس كيف بتضوي العروس طب والشك خبرينا عنه اكثر كيف اشتغلتي الشك مشغول بطريقة اهم شيء كيف بده يكون مشغول الشك بالفستان اوقات بحس مثل كانه في فساتين بشوف كانه شيء كمشي هيك مكبوب كب على هالفستان بصير تحسي بتقولي يي انا ما بحب الشك مثلا لك هيدا مليان شك كمه بس اضطر ما فيه تعجيل ما في تعجيل ومدروس يعني بطريقة كتير راقية والحجار بدها تكون كتير ثقيلة لحتى ما تضرب على أصفار لحتى تعطيك الإكلال حلو يعطي راقي هيك يعني أوقات بتجي عروس يعني في فساتين لازم يكون فيها شك في فساتين ما بدخلها ولا 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 طب جينا بتحسي هالصبايا صاروا عم بيفهموا أكثر هلا شو بدهم طلبهم؟ اكيد اكيد عم يفهموا كثير عم يفهموا لان التكنولوجيا ما بتعرفش صارت كثير متطوره صارت العروس قاعده ببيتها على اللابتوب تبعه ولا بتقدر تعرف في الموضه كلها شو عم بيصير فيها مع اهم مصممين بالعالم وعم تتخيل حالها عم بتقول انا هيدا بيلبق لي انا هيدا لازم البسه صارت تقريبا العروس عم تعرف شو بيلبق لها شو بيلبق لها وشو بدها تلبس اوكي طب بس العروسه هلا عاده لاي اكثر ستيل عم تتوجه عم بتحس السوايا شو عم بحبوا اكثر تقريبا عم يتوجهوا للسمبل اكثر يعني صار ابيض ولا اوف وايت اهم شيء شو بيلبق لها اذا ابيض ولا اوف وايت واهم شيء اذا كان اوف وايت قماشه كثير ثقيله حيكون اوف وايت حلو اذا كانت قماشته مش ثقيله حتكون الاوف وايت ابدا مش حلو على اصفر يعني اللي بده يفوت بالاوف وايت بدها تكون قماشه كثير ثقيله يعني مثل ما شفتي هداك الفستان ميكادو اهم قماشه او الدانتيل الفرنسي اللي بيكون كثير ثقيل اجباري بده يكون اوف وايت حلو انا شخصيا بميل للاوف وايت اكثر بس في اوقات عروس ما بيلبق للاوف وايت يعني حسب بشرتها حسب لون شعرها حسب يعني هلا طمنيني بتفضي للشقره ولا للسمره؟ الاوف وايت للشقره اكيد للشقره مش هيك انا لقيت لك اول طيب جينا طرحه ما شفناها بهال انا اقصد ما حطيت طرحات على هو حط لك اياهم بعدين على الاثنين الاخرانيات لانه الطرحه ما في شيء اسمه طرحه طويله درجه ولا طرحه قصيره حسب العروس لانه اذا كانت حسب طولها حسب طلتها حسب شو مشغول بالفستان موديل الفستان اذا بالفستان في مثلا هاللي مرق على الكم شغل كثير ما فيني احط له طرحه يكون فيها شغل ايه طرحه طويله بغطي الكم طيب رح نشوف هلا العروس يلي جاهزه معنا وكيف طرحتها اخر فستان لا بتصور في اثنين بعد يمكن قطعوا كلهم لا هسا في اثنين هيدا والثاني واو هلا انا جمعه عم بيقولوا لي مرقوا كلهم لا بعد في لا بعد في كثير حلو هالدرس اوكي تفضلي شو بتحبي تخبرينا عنه جينا؟ هيدا فستان كثير بريسس اوكي اذا بتطلعي كيف طريقه الشكل فيه مشكوك بطريقه لولو داخل فيه لولو نعم. مش داخل فيه تقريبا حبيت شواروفسكي بيعطيكي فيات جناس بيعطيكي هيك مغنج هلا هيدا فستان مثلا بتلبق له هيدي الطرحه اللي حطيت لها انا عليها والكورسيه تبعولته هو فستان وان بيس اوكي واللمعه اللي فيها من تحت هي قماشه او انتم هي قماشه نو 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 هي قماشه كثير 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 حلوه هيدي القماشه بتشوفيها ملمعه بتفكريها انا مشكوكه بس هي ما انا مشكوكه يعني هي نوع قماش واحد ما في شيء زي ما من زيد مزبوط. عليها ابدا ابدا أوكي. مزبوط بس صايره التوب تبعولتها يعني من فوق فيها شك كثير بس مش مبين انه في شك كثير يعني فستان برنسس كثير حلو طلع في فستان بعد بس ما الحق علي حق عالتيم عندي كثير هيدا ماي فيفرت بحبه كثير الفستان كثير حلو هيدا فستان رويال مثلا بده جرام مرياج بده عروس تكون عامله عرس كثير كبير بصاله كثير كبيره بتحسيه عن جد خرج يكون لملكي هالفستان كثير 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 حلو بعدين في شغله انا اهم الشغله انا بحبها لفستان العروس ولا العروس نعم. في كثير تفاصيل دقيقه لفستان العروس مثل ما انت شايفه بس اهم تفصيل عندي واهم شيء بتعب عليه فيها انه يكون خفيف اذا انت شايفه هالفستان هيدا بتفكريه انت انه ثقيل
وانه في بيوزن على صح مزبوط بتتخيلي بس اخف من الريشه بتقدر تتحرك فيه العروس هذا اهم لانه رح تلبسه لفتره طويله يعني بدك تلبسه 12 ساعه بيساعد كانه من تحت بتعرفي اوقات العروس شو بتغلط شغله بدها تلبس فستانها 12 ساعة بدل ما يكون أهم يوم بحياتها بتصير بدها صرتي فقط تخلص من هالنهار تقلع الفستان لأنه جبال بيكون عليها جبل أنا أهم شيء عندي بقولها للعروس يكون خفيف وزنه وبتعرفي شو بيخفف له وزنه هو قماشته إذا كانت تقيلة كنوعية معناته إجباري بده يكون خفيف لك كيف عم تمشي فيه هي ومرتاحة مرتاحة بصير بدها تصير والطول اهم شيء يعني بدها تكون مرتاحه وين الفستان بيكون ثقيل وزنه اذا كانت قماشته مش ثقيله اذا كانت قماشته يلي بوليستر ولا من هالقماشات الوزنه ثقيله تبقى العروس ملبكه وبدها صار بيتحول يوم عرسها ليوم اهم يوم سعاده فيه اهو الاول يوم والقصر اللي بعيدها الدريس كان ما بده يكون اتعشم القصر بالدريس كمان عاطيها ستيل بوبي مثل البوبي عاده هيك ما هي بتصير انه كل الفستان بده شكل عرس معين كرام الرياش بده فستان العرس صغير بده فستان معين طبعا شغلي ما نهيني يعني جينا نحن كثير انبسطنا بحضورك معنا اهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا. كل التوفيق لك ان شاء الله بنرجع كمان بنشوفك عن قريب اهلا وسهلا جينا مرسي. اهلا وسهلا وهلا رح انتقل انا عن منسق الازهار جورج شحاده بدك تقومي معي مرسي جورج اهلا وسهلا بجورج شحاده كيفك؟ بونسوار اشتقنا لك شو اخبارك؟ اهلا وسهلا كيفك؟ ماشي الحال؟ اهلا وسهلا شو؟ وين الازهار؟ اليوم عم اشتغل بالفواكه وبالخضره اليوم بدنا نغير شوي لانه دائما بيقولوا لنا امرار بنكون احنا قاعدين بالبيت اوكي وفجاه بدق التليفون مثلا بعد نص ساعه ساعه جاي لعنا ناس اوكي وبتعرف الستات بحبوا يزينوا البيت هيدا الاشياء اللي عم نعملها هون بزينوا البيت بالاشياء اللي موجوده بالبراد اوكي يعني مثلا عم نشتغل بالجزر اوكي لحول الجزرات يلي قدامنا ماشي بكل بساطه في تيوب حطينا هدول تبع الباربيكيو كثير هينه بنجيب باربيكيو منها بنفوت الجزرات لا انا هول ما في اقعد عقلي وما ما اقعد اعمل معهم هدول اللي هون انا شو عملت مره شيتون سبراي حتى اخر شيء فينا ناكلهم اوكي ليك شو مهضومين ها بس بده يكون عندها ست البيت كمية يعني لا ولو شوي صغيرة هيك شو مهضومين جزر هيدولي بنحطهم هيك شو ما قلزونا لا انكسرت اتس اوكي عم بيقولوا لي الجزرات مش غاليين ماشي الحال كثير هينين ما راح نكتر كثير هي راح اقصرها هلا شو بنعمل نحن بناخد سكينة مشان تنزل بالتيوب شو ما عندنا فاز بالبيت شو ما كان نوع الفاز شو ما كان نوع الازاز بنقدر نشتغل بقلبه ولا نقصرهم اوكي ها هون عم نقصهم طبعا انا مساعدتي لك جدا مفيده مثل العاده بدل ما زبط بخرب بس انه ماشي الحال طلع شيء معي ليش مهضومين بنحط الجزرات ناخذ هيدي الصغيره عملناها مثلا هون عملنا على كبير هون بنعمل على صغير اوكي بنحطها بقلبها معقول حدا يتجرأ يعمل هيك شيء بمناسبة خطبة معقول يعملوا هيك خطبة كلها خضرة وفواكه ايه هلا نحن مثلا في ريستورانات ريستوران اللي بيعملوا غدوات او دور دائما بنزين بخضرة بفواكه كثير مهضومة يعني لتعملي ديكوراسيون على الطاولة اوكي هلا اكيد مش ويدنج يعني اكيد مش عرس يعملوا هيك ولا خطبة بس عزيمة عشاء غدا بالبيت حدا عازم عيد ميلاد عيد ميلاد يا تستغني عن الورد بس لا لا بستغنى عن الورد بس انه ليك شو مهضوم مثلا أوكي. هون احنا حطينا الموز بالفاز حطيناهم بعكس بعضهم يعني مثلا مين ما عنده فواكه ببيته تخيل شخص عنده شوية فواكه هون مثلا اذا عم نطلع عليك البندورة كثير حلو بتعرف لما شفته من شوي ما عرفت انه هول بندورة كانت عم تكلهم طبيعية دقيتهم للبندورة شفتوا شو مهضومين انه ماشي هدول بندورة صغار كمان ستيكات كردو بنحط بكل وحده وحده بيطلع ارانجمان يعني كلها اذا ملاحظه اشياء مهضومه وناعمه هون الباذنجان ليك الباذنجان شو حلوين هون الباذنجان رح احمل الفاز انا اذا بديك هون اوكي ماشي ليك كيف ربطهم انا بقلب بعضهم عملنا هون مثل كوران على قلب الفاز اوكي شفتي في الدفار هيدا حشيت حليب كيف عم افتكرت انه قصيتهم وحتى علقتهم على الفاز في الدفار فوتناه شريط حديد بقلبهم كلياتهم عملنا هون كوران
اوكي يعني اشياء كثير ناعمه وديكوراتيف مهضومه. وثاني نهار فيها تستفيد السيده منهم؟ لا بلا عادي اذا ما رشيتهم سبراي. اوكي اذا ما رشيتهم سبراي، اذا رشيتهم سبراي ما فينا نشتغل فيهم. انا هون مثلا جايب مثل فاز صغير كمان شو ما كان، هلا بنعبيهم اوكي، بنقص اشياء صغيره بنعبيهم. ليك شو مهضومين، شو ما عملنا كيف عملنا بالفواكه ولا بالخضره وحطيناهم بإزاز. هو ليه بإزاز احلى؟ لانه الإزاز لما نحط مي بقلبه ونحط بيبينوا اكيد بيبينوا حلوين ونضاف، بيعطوا ايه صح يعني بشهوا صح، مشان هيك بنحط بإزاز اكثر من بانيه نحن. اوكي يعني حتى الموز حطيناه بإزاز، هيدول حطيناهم بإزاز. ليك شو مهضومين، كثير مهضوم الفكره. انا ماني كثير طباخ شاطر يعني. واضح لانه كان في جزر هيك عم بيقعوا على الطاوله. ولا هون كمان ليك شو مهضوم، نحطه هون. شو فينا كمان مثلا، شو في افكار براسك من الخضره غير اوكي من الخضره موز الجزر البندوره مثلا؟ لما يكون في عنا ملفوفه نحن الملفوفه بنقصها من النص بنجورها ومنحط كمان فيها فواكه ولا خضره. اوكي يعني بيكون عندنا ما زي ما يكون عندنا فاز ولا بانيه بتكون هي الملفوفه هي الباز للارانجمان. اوكي ملفوفه او خسه او ارنبيطه. الارنبيط مثلا كثير حلو للارانجمان لانه ارنبيط فيك تعمليه بوكيه وكمان بقلبه تعملي ارانجمان. اوكي يعني كل هالاشياء اللي عم نعملها اذا انتبهتي كثير هينين عاملينهم بالبيت. مطلع اي سيده فيها تزين طاوله، عزمه جوزها على العشاء بالبيت فيها تزين طاوله، عزمه اصحابها عندها عزيمة صغيرة، يعني اشياء بسيطة وديكوراتيف بنفس الوقت. مش ضروري يعني اللي هو بيحب يعمل زينة بالبيت ويعني ما في حجة ابدا تظهر على السوق وتجيب الاغراض يعني أبداً. من قلب البيت هون الابداع يعني صحيح. تقدر تزين بطريقة حلوة. بس انا عندي حشرية اعرف منين طلعت معك الفكرة. انا دائما ببيتي لما يكون مثلا عشية على طول مثلا لما اتعشى بالبيت انا ومدامتي واولادي على طول بعمل اشياء صغيرة بحطهم على الطاولة. بحب يعني بحب لما يكون على الطاولة في اكل على السفرة يكون في شيء زينة لو ابسط بابسط الاشياء الموجودة بالبيت. بحب كثير انا هيك. اوكي طيب جورج هلا شو رح نحكي كمان؟ شو في عندك تبس معقول تعطيهم للسيدات؟ دكتور اللي بدنا نحكي انه دائما مثلا بيتصلوا فيي بيقولوا لي في قانون يعني في راجل لحتى واحد يعمل ارانجمان؟ اكيد في تكنيك اذا واحد بده يعمل ارانجمان لعرس ولا لخطبه، بس اذا سيده بدها تزين ببيتها اي شيء موجود عندها بالبيت. يعني نحن امرار مثلا بنزين بالشتاء بكواب الصوف، بتعرفيهم الصوف؟ هول الكبكوب، نعمل ارانجمان بكبكوب الصوف، كل شيء موجود عندنا بالبيت له لون. أوكي. له لون فينا نستعمله بطريقه نزين فيه طاولتنا ولا بيتنا، مثلا الشومينيه اذا عندنا الشومينيه، شو ما عندنا بجنينه شويه حطب شويه كواز سنوبر شويه اشياء بنقدر نحطها على الشومينيه مثلا بنرش سبراي، شو ما كل شيء موجود بالبيت فيكون لا ديكوراسيون الطاولة أو العشاء أو البيت. أوكي هلا حنا نستفيد من حضورك معنا، وبما أنه كمان عنوان العريض لحلقتنا هو كل شيء ما بيختص بحفل الزفاف، كمان خلينا نعطي نصائح للعرسين، شو الورد اللي هلا دارج أو شو الورد أصلا اللي متواجد بهيدي الفترة؟ هلا نحن بالشتوية أفضل شيء أنه واحد لما يتجوز بين شهر 10 وشهر 3 افضل شيء يستعمل اوركيدز. اوكي هلا بشهر 1 و2 في كثير تيوليبس بيكون، بشهر 3 بيكون في ارام، يعني هيدا الزهور بيكون موسمها وهيدي الزهور بتاخذ العقل، يعني زهور خيال رائعه. حدا عرسه كله تيوليب ما في احلى من هيك رائع. يعني اكيد رائع. طب بشهر 11 شهر 12 هو الشهرين، شهر 11 وشهر 12. هلا بشهر 12 في البوينسيتيا يلي هي الشتله يلي بيصير لونها احمر. بكره على كلنا بنكون بانتظار بشهر طبعا. 12 بيحكي عنها كيف بتصير حمراء كيف تحمر كيف. هلا التوليبس بالشتاء هي زهره رائعه، يعني التوليبس اجمل شيء تحطيه لوحده. يعني بس يكون عندك فاز بالبيت، مجرد ما تحطي التوليبس بفاز لوحده ثلاث اربع الوان لحاله البوكيه بيحكي. يعني افضل انه التوليبس مثلا اي احلى لون بالتوليب. هلا التوليبس في شيء زهره اسمها بيروكي لانه هي لونها مثل البيروكي، يعني اورنج على ريد على بوردو، هي اسمها بيروكي. الحلو بالتوليبس انه بيجي بنفس التوليب اربع خمس الوان. التوليبس جمال، يعني انت بتحب التوليبس كثير
كثير بحبه كثير. بستغرب انه ليه بالاعراس ما كثير بيستعملوا او بياخذوا تقام معين، لانه بالصيف ما في تولبس، شهر واحد اثنين ايه بالشتويه تولبس بنلاقي الاعراس خفت كثير، ودائما بالشتاء بخف الاعراس لانه بتعرفي حلو بالصيفيه العرس. اغلبيتهم بيعملوا اوت دور، بيكونوا بالطبيعه، بيكون في جازون، يعني الكادر احلى بالصيفيه. صحيح. طيب نصيحه اخيره للعرسان اللي عم بيتابعونا. نصيحه عريسه للعرسان، اهم شيء لما بده يحضروا عرسهم ما يعملوا بانيك. يعني اغلبيه العروسات والعرسان بس بدها تحضر عرسها بتصير خايفه وعتلانه هم. هلا العريس ما بيعمل العريس بس بس بيدفع مصاري ما بيعمل شيء بس العروسه بتكون ستريسي. ايه بس الا للعروس، حتى ما توصل على مرحله تصير ستريسي وتعبانه تبلش قبل ب 8 9 اشهر 7 اشهر تحضر عرسها وتبرم. مثلا مثل ما تشوف فلوريست تشوف خمسه، مثل ما تشوف فستان تشوف خمسه. يعني يكون عندها شوا ويكون عندها وقت لتنقي. وطبعا تشتغل مع ناس بروفيشنال اكيد لحتى تكون مرتاحه. الاختصاص طبعا. اهلا وسهلا فيك جورج حاده، نورتنا، ان شاء الله نرجع نشوفك عن قريب. وهلا صار وقت نروح فاصل، ومن بعد الفاصل رح يكون معنا طبيب التجميل دكتور رالف حوط. على عالم الفاشن. رانوي بقدم لكم ملخص عن أهم وأجمل الترندز لتكونوا دايماً على اطلاع على كل شيء جديد بمجال الموضة. فيكن تكونوا كلاسي، فابيولوس أو سبورتي وكاجوال، بس الأهم تعرفوا شو تختاروا من عروض الأزياء وآخر ابتكارات الموضة. رونوي اثنين الساعة 7 المساء على الـ LBC. جديد الفنانة أنغام، أحلام بريئة لسه فاكرة أيام. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة، فقط قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999 رقم دو 1560. أهي جاد بين البنين، طول ما انت بعيد انا بطمن، اكتب لك تعهد تسيبني حتى ناقصة، انا مش حبيبتك صفحة وقبل ما تقفل ما عمري ما هنسى بصورة اجمل فترة في حياتي عن ذكرى الموسيقى لحظة غروب الشمس وشغل أنا وحدي. إنتاج روتانا. علي كلام يا علي. ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده؟ ليه هبلت كده ليه؟ ايه ده؟ احنا في البلاطه. احنا في البلاطه يا ولد. ملا تعامل عيني. مره واحده من ثلاثه. استنصاد يعني. انا مش قدها خلاص. اوبا اوبا دودو اوبا دودو. شربت مقلب شربت مقلب احلى ضحكه في مصر. سهرة السبت على الـ LBC. I did it my way. كثير من اغانيها بحب اغانيها. ما بيفوز اللي بيطلع من الاواخر، هو اللي بياخذ هيك قلوب الناس اكثر. يا ريس عندك بحريه عديت معاهم صغري وعليهم بنيت عمري ما وعدتك بنجوم الليل لطرحها
من غيوم الشمس. سولا تنين الساعة 9 المساء على ال بي سي. خوفتك؟ شوية بس. ايه الكوباية اللي انت لابساها في صباعك دي؟ انا بخوفك. انت بتضحكي ليه؟ انا خفت يا خرابي يا ماما. انا جاي اكتشف ابتداء الجامد جدا مبدئيا يعني. ايه اللي انت عاملاه ده؟ انت هتفضلي كده طول عمرك نفسك في الفوازير والاستعراض؟ ما ينفعش اخاف مني. مش شايفه الخشونه بتاعتي ولا يهزم على صح. بحاول اخدك وارعبك ولا البلوره هتفضحني. انت عرفت ازاي؟ يا دي الفضيحه. لا ربنا ما يجيبش فضايح. الله الله الله. ايه اللي عرفك بقى؟ انت عارف الحاجات دي اه امال كل حاجه. ايه البرنامج الفضع ده؟ سر حليمة الأحد الساعة 9 المساء على الـ LBC. متابعين ببيروت، وكيف بتحضر بشرة العروس وكيف ممكن أيضا أم العروس تهتم ببشرتها؟ هذا الموضوع رح نطرحه مع الاختصاصي بالطب التجميلي الدكتور رالف حوات. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. كيفنا؟ الحمد لله. أهلا وسهلا دكتور. بداية، دايما العروس بتحب تطلع ببشرة متألقة، وأيضا أم العروس تجميليا كيف نقدر نفيدها؟ هلا ليكي، اهم شيء هو للعروس ولام العروس مستعمل طرق اللا جراحيه، لانه ما بيكون عندها وقت كثير انه تتعمل ريكفري اذا عملت جراحه. اوكي. وهون بفوت اذا بدك طب التجميلي، وقدر نقدر نساعد العروس وام العروس نحضر لها وجهها للعرس. هلا فينا نبلش اكيد اول شيء من البوتوكس. البوتوكس اللي الكل بيعرف شو هو، بس هو مش بس بيشيل التجاعيد، فينا اذا بدي كمان نلعب بالبوزيشن تبع الحاجب، يعني هو أوكي. احلى للبنت اذا تفتح فتح العين مزبوط او الحاجب بس يعلى شوي صغيره. واكيد ليشيل التجاعيد، وخاصه في عندك البنات يلي بيشقروا كثير بيصير عندهم شيء اسمه سترونج لوك، بيصيروا الناس يقولوا لهم ليه ليه لي عم تجقرينا، هي ما صحيح. بتكون عم تجقر هي، فبيرخي شوي هيدا العضل. مزبوط. دكتور انا هل كان عندي هيك سؤال حشري، انه بنلاقي كثير انواع بوتوكس بالاسواق أوكي. وما بنعرف اي الافضل، يعني اي النوع المنيح واي لا؟ كثير مهم سؤالك نانسي. ليكي في الانواع يلي هن اخذين الاف دي اي ابروفل وماشيين وقاطعين بوزاره الصحه، وعندك الانواع يلي منن قاطعين لا بوزاره الصحه ولا معروف هن من وين جايين. بس المشكل انه هول البرودكت يلي منن كثير منيح بيضاينوا اكثر، يعني الناس بيفكروا مزبوط. بيربطوا على طول بيفكروا انه اذا البرودكت بيضاين اكثر يعني احسن، هذا شيء مش مزبوط، هذا شيء غلط، هذا البرودكت معقول يعمل لك الرجي، معقول يؤدي لتشويه بالوجه. فهون لازم المريض يعني يسال او حقه يعرف شو نوع البرودكت عم ينحط له، وفي يعمل ريسيرش على الانترنت يعني وبيعرف. حتى بالمواد اللي حطوهم بالفيلرز، المواد الدائمه كمان بعد فتره اكتشفوا انها مضره. مزبوط مزبوط. وفي حاله الفيلر البيرمننت بنسميه، في حاله بعد 19 سنه عملت انفكشن، عملت التهاب. وبلبنان بطل مسموح ينحط البيرمننت فيلر اصلا يعني. اوكي. طيب دكتور اذا بدنا نحكي، لانه ذكرت البوتوكس اول شيء، وكل صبي بتتوجه لاحقا هيدا الابر، قد ايه المفروض يضاينه؟ ليكي هو بيضاين تقريبا بين 3 والأربعة اشهر على حسب العمر. في عندك ناس قليل بيمد اكثر شوي عندهم، بس انا الدراسات بتقول لك بيضاين 3 لأربعة اشهر مش 6 اشهر، يعني ما فينا نقول للمريضه انه بيقول 7 اشهر. لا بنسمع بين السيدات، يعني شي بيقول انه انا بقي 6 شهور، شي بيقول مزبور. لا دكتوري قال لي بتبقى سنه، يعني هذا غلط. وفي انا بيجيني ناس بيقولوا لي ضايني سنه البوتوكس، هو ما بيكون البوتوكس ضاين سنه، بيكون مثلا يا عم تشرب مي اكثر بهالفتره يا عم بتنام احسن. البوتوكس يعني علميا بالدراسات بيروح بعد 3 ل 4 اشهر، بس معقول الايفكت تبعه يمكن يضل شوي اكثر. اوكي اوكي. طيب دكتور بالنسبه للفيلرز، وين ممكن تلجا للفيلرز؟ اوكي. الفيلر بينحط حيالله محل بالوجه، محل ما عندك لوس اوف فوليوم، يعني محل ما بقى في فوليوم. انا اكثر شيء بحب الفيلر هو بهالمنطقه اللي تحت العين، تحت العين، لانه العين دغري بتتعب وبتكبر الشخص. ف
فالمقدر نحقن الفيلر بهاي المنطقه وبالخدود اكيد وبالشفاف يلي عند يعني الصغار بيجوا اكثر شيء اول شيء بيطلبوا ينحط بشفافهم وبيقدر ينحط حتى بهيدي المنطقه اللي هون هلا عم نشوف اكثر شيء الكرو هيدي عند الام بتكون ام العروس لانه هون مع العمر بيروح الفات وبصير عندها مثل جوره او حتى اذا بدك تحت الحاجب في فات بيختفي بيقشط الحاجب مثلا نحط فيلر لعندي وحتى بنقدر نظبط التشن الدقن اذا كنت راجع لورا بنحقن الفيلر بهي المنطقه بقدم لقدام يعني بقدم يعني في شيب ولا مخص طمني بليز بليز اعمل لها الفي شيب وريحنا هلا الفي شيب بينعمل اذا بدك اكثر بالخيط يلي هو اخر تكنيك تكنولوجي بالعالم هلا الخيط المعروف باسم سيلوات مزبوط الخيط هو بينحط حيلا محل بالوجه بس الخيط لازم كثير يعني منه هالقد هين يعني هو هين تحطيه بس لازم ينعرف وين مزبوط بينحط الخيط لانه فيك بدك تشوفي وين الوجه مترهل لتعرفي مزبوط هون لازم تحطي الخيط يعني مش لاي عمر مش لاي عمر لا مش مزبوط واذا حدا مثلا بال 55 وطلوع او اذا عندها كثير جلد زايد الخيط ما بقى يفيدها بصير بدها عمليه لانه لازم تقص تحت 33 او تحت ال 35 تحت ال 35 بينحط ساعتها اذا بدك مثلا تغيري الحاجب بوزيشن تبع الحاجب بينحط بيرفع شوي الحاجب او اذا في عندك بنات بيبقوا عندهم ساد لوك يعني هن اناتوميكلي وجههم عندهم هيك مثل زعل بينحط الخيط ساعتها بهي المنطقه لنعمل ليفتنج شوي صغيره بس مش دائما عم بيزبط الخيط ما هلا قلت لك ما هلا عم قلت لك اياه من شوي انه عم بينوضع بطريقه خاطئه مزبوط مزبوط الخيط كثير يعني للاسف كثير عم بسمع انه هو تكنيك كثير حلوه بس لانه مش يعني مش الكل عم يعرف يحطه مزبوط عم بيصير في تخفيق كثير بالخيط اوكي بس بدي اقول انه انا كانوا عيوني هون عم بتضايق منهم بالسيلفي وانت عبيت لي وطلع كثير حلو ثانك يو مزبوط اول عرفت شفت لما بدي اعمله بس بدي شغل بلس انا عملت بي ار انت ما عملت من لنا بي ار وهلا عندي جلسه قريبه يعني فاذا كله عم يسالني ليه عم بتضوي هيدا من الفي ار هي تكنيك البلازما يعني بناخذ منك دم بنحطهم بمكان او بنحطهم بقلب عند دكتور رشيد يعني بتنصح العروس طبعا عن جد وهيدا كثير حلو قبل ثلاث اشهر لازم تحضر كل شهر جلسه بيكون مزبوط ما بتوجع مزبوط ما حد قبل والنتيجه بتكون هائله مريلي خلينا نبلش بالمجموعة الصور يلي حضرت لنا اياهم دكتور اوكي هون عم بحكي عن الخيط وين بينحط لتشوف انه بيقدر ينحط حيلا محل وله طرق يا اما بينحط في شيب يا اما ال شيب يا اما ستريت حسب كل وجه وكل انديكيشن اوكي هذا الخيط قد ايه تقريبا بداين جود كويشن الخيط بداين سنه لسنه ونص اوكي سنة لسنة ونص مزبوط سنة طيب دكتور ما فينا نستبدل الخيط مثلا كنت عم تحكي انه بنقدر نحطه فوق الحاجب ببوتوكس مثلا ليك ما كثير يمكن بياخذ نتيجة ليك البوتوكس بيقدر يعلي بس شيء 2 ل 3 ملي اذا بنشوف الحاجب كثير قاشط بدنا نعليه اكثر ساعتها بدنا نروح للخيط اكثر عرفتي؟ الخيط بداين كمان اكثر من البوتوكس يعني المشاهير يلي عم نشوفهم حاجبهم عم بيعطي على طريقه الثمانيه مزبوط تقريبا هذا الخيط مزبوط هيدا بس هيدا صغيره على الخيط شو بدي اعمل؟ طيب وللرقبه بتتحسن بال مزبوط كمان بالرقبه بتتحسن بس علي يقول يعني اذا الرقبه اذا كثير في ترهل بالجلد بالرقبه صار بدها عمليه بدها عمليه اكيد اذا شوي صغيره ممكن مزبوط ما بقعد بحاجه لتعمل لها بوتوكس لا خلص بطل بحاجه اوكي هون الصورة هون حطيت إذا بتلاحظي الخطوط اللي هن حد التم قبل كنا نحط فيلر بهاي المنطقة وكان ما كتير يزبط وكان إذا بدك يزيد المشكلة إنه بس تحطي فيلر بيتقل وشوي بينزل هيك مورم كأنه مزبوط يعني. هون يعني كل شيء نيفو تم ونزول أحسن ما بقى ينحط فيلر ينحط خيط للشد لفوق اوكي اوكي قديش بينت اصغر مزبوط هون كمان بهالصوره بتشوفي الجاوز يلي هن بهي المنطقه تحت الدقن اذا بدك وبين ست زعلانه شوي صغيره بالخيط هو بيرفع طيب دكتور بتوجع هالتقنيه وكيف بتصير عادة؟ هي التقنيه بنج موضعي محل ما بدنا نفوت بالخيط الخيط محل ما بفوت تحت الجلد ما في وجع لانه ما في نيرز ما في عندك هونيك اعصاب اجمالا انا بقول بتوجع اقل من الفيلر من البوتوكس اوكي يعني يعرفوا للناس وبتورم؟ لا ما بتورم من بعدها بس عندها تقريبا شي 5 ايام لانه بس نحط الخيط ونشده شوي صغيره شوي الجلد هيك بترجع لك نتفه صغيره بدها شي 5 ايام بترجع تاخذ محلها مزبوط طيب خلينا نحكي بس هالخيط من شو معمول كيف بدوب مع الوقت كيف أوكي. بيبقى بالوجه سؤال كثير مهم لانه من زمان كان في الخيط اللي سموه فيلدور يلي ما كان يدوب كان يعمل مشاكل بعد 5 سنين و10 سنين الخيط اللي نزل هلا معمول من بوليلاكتيك اسيد وبيدوب كله
يعني مع بس مع الوقت كله بيختفي كله بيدوب ما بيعمل لك ريسك لا انفكشن ولا التهاب ولا شيء. يعني بيناسب كل انواع البشره ممكن ولا حدا يصير عنده اي نوع حساسيه؟ كل انواع البشره ابدا بيناسب كل انواع. وبامريكا في فيلر معمول من نفس الماده واخذ الاف دي اي ابروفل يعني اوكي. هون عم بحكي عن البوتوكس كيف علينا الحاجب اذا بتلاحظي كيف قدرنا نعلي الحاجب بالبوتوكس نحن هون بهالمنطقه حد العين. اوكي طيب دكتور بس لما يدوب مفعول الخيط يعني بترجع البشره بترجع مثل ما هي او اقل؟ بترجعي بالخيط بترجع مثل ما كانت لانه هو الخيط شغلته بس يعلل هيدا عكس البوتوكس والفيلر. اذا بتعملي بوتوكس وفيلر بس يروح المفعول البوتوكس والفيلر بترجعي احسن من قبل أحسن. ناس بيفكروا العكس هو مش مضبوط نرجع للصفر يعني مضبوط ترجع بالبوتوكس ترجعي احسن هو بريفنشن بيعمل اكثر. اوكي هون الفيلر تحت العين اللي انا كثير بحبه شوفي قد ايه ارتاحت العين بس عبينا فيلر تحت العين بهيدي الصور لانه ببين تعب وسار وعمر مضبوط. اوكي الصورة اللي بعدها كمان هون مانا كثير اصلا فورم العين بيتغير كمان مزبوط مزبوط نظرة بتصير exactly. احلى هون مبين كثير الفيلر تحت العين بهالكيس شوفي قد ايه فرق. وهالمشكلة دكتور عم لقيها عند صبايا صغار يعني مش بالضرورة يكونوا كبار بالعمر مزبوط. بتحس انه عندهم هجورة عم يجون عندي بعمر صغير مزبوط بخفف شوي من السويد ولا بخفف من السويد مبلا لانه شوي. بس ينفخ بيصير في ريفلكشن للضوء بخف شوي السواد. هون الفيلر بالشفاف بتعرفي الصبايا كثير عندنا بلبنان بحبوا. والشفاف قد ايه بضل الفيلر؟ تقريبا ست اشهر لانه بيتحركوا كثير يعني المنطقه اللي بتتحرك كثير الفيلر بيروح اسرع. اوكي تحت العين بضاين تقريبا سنه لانه ما بيتحرك المنطقه ما بتتحرك كثير. طب تحت العين بس لنرجع اذا حدا مثلا كثير تعبان بده يعبي اكثر من مره او مره واحده حقن ابره واحده بس نعبي مره بننطر شهر يعني قبل شهر ما بنحط رتوش بعد شهر اكزاكتلي اذا بده ابره ثانيه بعد شهر. والماده فيكم تذوبوها اذا حسيت مطرح اكزاكتلي هي الاسيد ايرونيك وبتتذوب بابره صغيره كل شيء بيروح يعني بعد قد ايه بعد 24 ساعه يمكن ايه مزبوط بعد 24 ساعه بتحب اسيستنت بالكلينيك اذا هون كمان عم نشوف الايفكت تبع الخيط اللي حد الدقن تحت لك قد ايه فرقت؟ لا ما بصدق دكتور اذا ست دائما عم تعمل الخيط وبعدين حست انه صار لازم تروح للميني ليفت او للليفتنج اوكي بياثر انه كانت حاطه خيط ابدا الخيط بيدوب كله بيختفي سو بترجع بتعمل ميني ليفت عمليه نورمال. اوكي كيف بتعرف انه دايب كليا الوقت تقريبا هو سنه سنه ونص بيكون راح كله اوكي هون كمان هون عم نشوف النيزولابيال لاينز بنسميهم بس هون مش فيلر عملنا خيط لانه انا بهالكيس مثلا لانه وجهها مليان بفضل ما احط لها فيلر اوكي اسمها تبين اوفر هون عبيت لها هون خيط مش خيط مش تعبان لانه وجهها مليان ما بدي احط لها فيلر اوكي صح. يعني بتطلع كثير ابشع اذا حطينا فيلر سو لجأنا للخيط تنعملنا لها ليفتنج تختفوا الزياح. بس الدكتور يعني شغله كثير دقيق انك تحط بنص الوجه يمكن هون على الحنك بتضل اخف انه في عضل. برجع بقول لك الخيط كثير يعني عم شوف كثير تخفيق اذا بدك الخيط تكنيك عن جد لازم يكون الشخص he has to master it ليعرف كيف لازم ينحط الخيط وين لازم يعمل ليفتنج لانه اذا حط غلط بيلوق الوجه عرفتي كيف؟ صح لكن هيدي هلا اخر صوره موجوده معنا كمان هون فيلر للشفاف فيلر للشفاف. طيب دكتور بتنصح العروس وام العروس يقوموا بهالتقنيات قبل قدام من العرس؟ قبل بفضل نبلش قبل بثلاث اشهر ثلاث اشهر اوكي تشوفوا يمكن اشياء اكزاكت بركي عازت رتوش او تاتش اب او شيء يعني توصل على العرس تبعها بيرفكت وخاصه اذا بدنا نحكي بالسكن شيء للجلد للاكلا بدك تعملي كذا جلسه مثل البلازما حكيت عنها او البي ار بي او اذا بدها تعمل ميزو او حيالله شيء حتى كمان في التقشير البشره وفي تقشير البيلينج مزبوط اكزاكتلي كله بدهم هول هلا وقته بالشتوية انا بالصيف بوقفهم بالشتوية بعملهم بدهم تقريبا شيء ثلاث اشهر تقريبا. ثانك يو دكتور ميرسي كثير بس اتمنى نشوفك على خير لالا راد شوفك انا هلا بوعدك شيء ثلاث اشهر خمس اشهر يا اهلا وسهلا ميرسي دكتور يا اهلا وسهلا مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع نتابع خليكم معنا. النهار طبيعي
مثل أي ست بتعيش حياتها اليومية، بتروح بتعمل شوبينج، بتعمل شعرها، بتعمل تجميل، بس كل مرة رح نتعلم طب صغيرة. بيمشي على الموضة بالمية بالمية، عادة بيكون رايح محاكي الغلط. أنا باخد من الموضة اللي أنا بدي. صار مع الوقت عم تفهم المرأة إنه الأناقة لا تكتمل إلا مع شابو. وأنتوا فيكن تكونوا هالقد حلوين، بس خليكن على الطبيعة. عيش ستايل تليتا الساعة 9 المساء على الـLBC. جديد الفنانة أنغام، أحلام بريئة لسه فاكرة أيام. يمكنك الآن تحميل أحدث الأغاني كول تون من الألبوم الجديد أحلام بريئة، فقط قم بالاتصال على رقم موبينيل 9999 رقم دو 1560. أهي جات أهي جات بين البنين، ما بقولهاش طول ما انت بعيد، انا بطمن اكتب لك تعهد تسيبني حتى ناقصة. انا مش حبيبتك صفحة، وقبل ما تقفل ما عمري ما هنسى بصورة أدنى فترة في حياتي عن بكره الموسيقى، لحظة غروب الشمس وشرق أول مرة حالياً في الأسواق. أنا ممكن أكتب لك تعهد. إنتاج روتانا. If you want the story, it's time to get the chains down. Is your tongue tied up? وإذا كنتوا من محبين السيلبرتيز والإنسايد سكوب. لكثير من الجوسب والريد كاربت مومنتس. والسبيشال هايلايت لهالاسبوع اكسكلوزيف انترفيو مع البوب ستار رامي عياش. رقصني بلدي انا وياه، انا بدي جن. تابعوا كل اخباري على بوب اب مع انجلا رامي عياش. كونوا على الموعد. انا بتمنى لك كل التوفيق، نجمه كبيره بعاشش. اللي شو بدك اللي بوب اب الاربعاء الساعه 7 المساء على الـLBC. ومين تراجع؟ ساعة موسيقية بامتياز نسمع فيها أجمل وأنجح 40 أغنية بالوطن العربي عم بيتنافسوا على المركز الأول بالسباق الرسمي والوحيد تشارت توبر. توب 40 تليتا الساعة 7 المساء على الـLBC. سوا ببيروت ومن أساسيات كل حفل زفاف، الصورة يلي بتبقى الذكرى والوحيدة والملموسة لهاللحظات السعيدة، ونظرة المصور المحترف طبعا هي الكفيلة بالتقاط أجمل لقطة مثل ما هلا عم بيقوم بهالفوتوشوت ضيفنا المصور عبودي سيرين. أهلا وسهلا عبودي، تفضل. مصور أهلا وسهلا. تمام. وايضا من اهم التحضيرات للعرس وبنعطي كثير اهميه لبطاقات الدعوه، اليوم رح نتعرف على مجموعه من بطاقات الدعوه مع ضيفنا يحيى قصير. اهلا وسهلا فيك. أهلا يحيى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتونا. عبودي، بما ان حلقتنا مخصصه للاعراس، خبرنا حضرتك كيف بتشوف عاده صور الزفاف، كيف بتكون؟ اولا مساء الخير وثانك يو ان استضافتوني عندكم. يا ميت اهلا وسهلا. بالنسبه للاعراس، هي صوره اهم شيء بالعرس. ايه تفضل.
الصورة هي أهم شيء بالعرس، لأنه هي الشغلة الوحيدة اللي بتضل مرافقة العرسين مدة حياتهم، يعني بعد فترة، بعد سنة سنتين 10 سنين العرسين قادرين يشوفوا عرسهم من خلال هالصورة اللي أنا أخذ لهم إياها أو هالفيديو اللي مصورين لهم إياها نحن عنا الأكيد بسيرين ستوديو. طيب عبودي، خبرنا أنت أي متى بتفضل العرسين يتوجهوا لعندك، قبل بقديه، وشو المراحل اللي بيقطعوا فيها قبل نهار الزفاف؟ أكيد هلأ كل العرسين بيجي لعندي حتى يحجزوا عرسهم، منتفق عديت عرسهم وكل شيء. هلا قبل بفتره من عرسهم بكذا نهار، بفتره صغيره يعني، بيمرقوا لعندي بنعمل ميتنج صغير كرمال نهار العرس، نحضر ستابس تبعوا النهار، الوقت اللي منبلش، اي ساعه كوفار، اي ساعه ميك اب، اي ساعه منبلش شوتينج العرسين مع بعض، تنكون عارفين شو المراحل اللي حنكون فيها كتصوير بقلب النهار. نعم، وقديش بتحاول تبعد عن كليشيهات اللي عادة بنشوفها بتصوير الأعراس؟ هلا نحن بسيرين ستوديو ستيلنا شوي ناتورال، يعني ما بنبعد عن شيء اسمه بوزينج بالتصوير، يعني ما عندنا وقفي عروس هيك خدي بوز، ما في وردي مو وردي، كل قصص ناتورال بناخذ للعروس، ما كثير بنعمل قصص تقليدية بالتصوير، يعني على طول بنجرب نخلق قصص جديدة بالتصوير تكون شوي ارتستيك وما تكون بنشبه قصص، يعني على طول بتصير مع غير، يعني ما ضروري يكون عرس او عروس حافظين شو البوزات. لا اكيد انا كل عروس بطريقة مختلفة، انا كل عروس بكون معه بشوف شو ستيله، شو اللي بيلبق لك كتصوير، وبنشتغل على هالاساس، يعني يكون كثير ناتورال، مش انه كل عروس ستاندرز كله نفس الصور عم ناخذها. يحيى، في شي مره حدا طلب منك كارت محطوط صوره العرسين على الكارت؟ اكيد بينطلب وبننفذه نحن. اوكي. طب قد ايه بتلاقي بتعطي اهميه يحيى للصوره بالكروزة الاعراس عاده؟ يعني قد ايه العروس عم توجه لعندك حامله يمكن على الايباد صوره معينه من الاعراس، من اعراس من برا كمان تقدر تنفذها؟ دائما يعني العروس بترغب بيكون الكرت يكون في عليه صوره، ونحن بننفذ يعني اوقات بنعطيها نصيحه، مثلا هيدي الصوره مناسبه، هيدي الصوره ما مناسبه، يعني بدها تكون يعني بناخذها بالتقنيا يعني بالعمل، انه هيدي مثلا المكان اللي بده الفراغ فيه، نوع الكارت اللي بدها تنقيه يكون يتناسب مع الصوره، تتناسب معه، انه هيدي في بعض الكروت ما بتقدر تنزلي، ما بتزبط عليها الصوره، فدائما نحن بنفوت مع اي اكيد يعني بنحاول نغير الديزاين كارت او ناخذ كارت بيتناسب معه الصوره وبيكون متجاوبين يعني بشكل عبودي. حسب كمان يعني اغلبيه الصبايا بحبوا هيك يبرزوا فستان العرس الخاص فيهم، بتركز انت على هالشيء؟ بتاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء؟ اكيد بناخذ بعين الاعتبار، لانه كل عروس او كل بنت لابسه فستان او شيء اكيد بهمها كثير ديتيلز، عشان هيك اكيد بناخذ بعين الاعتبار هالموضوع وبنجرب نبين له اياه قد ما نا قادرين. اوكي، ما ضروري كل الوقت على الديتيلز، بس انه اكيد بنهتم لها بهالموضوع، لانه كل شخص بيهتم بالديتيلز الموجوده عنده. طبعا. طب عبودي، خبرنا اكثر عن الفوتوشوب، قد ايه بتعطي اهميه للفوتوشوب؟ كنت بدي اسالك سؤال، قلت بدي اجله بس اسالك اياه هلا، بعد قد ايه بتسلموا الصور؟ هلا هو بالعاده مع الفوتوشوب خالصين؟ هلا هو بالعاده بياخذ وقت شغله للعرس فوتوشوب، بس انه مبدئيا من بعد العرس بفتره صغيره، يعني كم نهار بسلمهم الصور على سيديتا يعملوا سيلكشن للصور. اكيد كل عروس بس تجيب لي النمبرز اللي نقتهم بياخذ من جمعه ل 10 ايام تقريبا بكون سلمها اياهم. ما كثير يعني، من 10 ايام ماشي الحال، مقبول. عدا الاعراس شو المناسبات اللي بتكون موجود فيها؟ اكيد اعراس، خطبات، اعياد ميلاد، اول قرباني مثلا، عمادات، غدوات، عشوات، كل شيء سوشيال يعني قادرين معقول نقدر نصور فيه بيكون في. بتصوروا قبل العرس مثلا العروس العريس اذا طلبوا منكم عند الكوافر وين؟ اكيد انا ببلش النهار من الصبح من العروس، يعني انا بقترح عليها الموضوع انه باخذها بصورها عند الكوافر عند الميك اب كرمال بعمل انترودكشن للعرس.
سو كثير بيهمني هالموضوع بالفيديو قصدك فيديو وفوتو اثنين صور بس اكيد بالفيديو كرمال الانترودكشن ومنصور له الفستان قبل ما تلبسه مثلا مع الاكسسوارز تبعه له ومنكمل معه بنعمل شوتينج كل حاطط مثل بلان يعني اكيد ما هو الميتينج شو بدك تصور 100% الميتينج اللي بنعمله قبل العرس بنتفق على بلان انا والعرسان كيف انا نمشي بهيدا النهار نعم طيب نروح لعند يحيى بلكي بنحكي عن المواد الجديده يلي دخلت هلا لكروته الاعراس في مواد جديده أكيد. أفكار جديدة خبرنا عنها أكثر نحن يعني فايتين بمجال صناعة الكروت الخشب نعم الجلد هلأ من جديد يعني هلأ الجلد حلو بهالموسم ف يعني في كتير يعني مجال الكارت العرس واسع جدا يعني اليوم وما عم نلحق يعني صراحة نعم. على الأفكار الجديدة بس بنختار شيء يعني ضمن المعقول لأنه في عندك كم كبير ما بتقدر تاخدي كله فبنختار منه يعني عم نفوت عم نحاول السنة هاي على البلاستيك عم نفوت على نوع من الكروتي يكون على صخرة شيء صخر رخام شيء من هذا النوع طيب يحيى قديه بهالكم الهائل من بطاقات الدعوة قديش مرات بيضيعوا العرسين ليعرفوا شو يختاروا وكيف انت هون بتوجههم للأنسب يعني اولا اليوم العرسان يعني جايين معظمهم حاسمين امرهم باي اتجاه جايين نحن بنحاول نعرف بالبدايه لما بنقعد معهم نعرف شو بدهم اي صنف من الكروت بدهم بنوجههم باتجاهه حتى ما نعرض قدامه لانه بيصير في بيضيق العرسان يعني بهيدا فبنختار الأقرب للفكرة يعني بنسألهم بعض الأسئلة بنعرف منهم أهم شيء عندك بالكارت العرس يعني العرسان يكونوا عندهم الإمكانيات المادية طبعا اللي بيتحملوها فبناخد الاتجاه في بعض الأحيان ما بنعرض قدام الزبون شو عنا يعني حسب من البادجت تنطلق شو تفرجيهم ايه هيك شيء يعني بدنا بنعطيهم الفكره الموجوده في هول موجودين بنقدم لهم بيحب يعني ياخذ شيء لانه كمان في بعض الاحيان الوقت بيكون له دخله في شغلات بدها وقت طويل يعني للتنفيذ طب انت بتفضل يحيى انه العروس او العريس يتوجهوا لعندك قبل ما يقوموا بتعمل العرس ولا اخر شيء يتركوا بطاقه العرس للاخر طبيعي لازم يتوجهوا حوالي يعني قبل شهر من العرس اوكي منشان في عندك وقت منشان هني كمان بدهم يوزعوا الدعوات بدهم يوزعوا الدعوات واخر ايام العرسان بيكونوا مشغولين كثير فمن هالباب هيدا مفروض انه يطبعوا قبل شهر يعني من عرسهم بالحد الادنى طب هلا عم بيفضلوا اكثر مثل ما عم نشوف مثلا على السكرين مثل كانه سوفينير او بعدهم الكارت التقليدي الابيض الاوف وايت يعني الاكثر هو بعده الكارت التقليدي هو اللي ماشي لان نحن كمان شركه متخصصه يعني بهذا المجال نحن بنوزع ما بنبيع بس عنا بالمحل بنبيع للمطابع وللمكاتب الأعراس بنوزع كتالوجات لعندهم وبيطلبوا على التليفون يعني على الرقم على كل كرت مرقم فمن هيدا المجال بنفضل هيدا الكرت اللي هو الأسرع والأقل كلفة لأنه هيدا المنتشر بعده هلا وفيه أفكار كثيرة يعني موجودة نعم طب عبودي ما بيطلع لنا صورة أنا ونانسي أكيد يلا غرامة التصوير يعني إذا مش أنت بتليفونة أوكي طلعني أنا أحلى أوكي ثانية تكون حلوين خليكم بعد وحدة اهلا وسهلا فيك عبودي سيرين تسلينا انبسطنا كثير بحضورك معنا وايضا انبسطنا بحضورك معنا يحيى قصير اهلا وسهلا فيكم وهلا رح نتسلى بفيديو كليب مارون 5 هاي فيديو كليب العفوي والمهضوم بنشوفه سوا ومن بعده بنروح فاصل December 6, 2014 we're going to drive across LA and hit every wedding we possibly can It's gonna be awesome. And we're late. What's your door for you, Mr. Madden? Let's do it. I'm hurting, babe. I'm broken down. I need you.
red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hot on the night, Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده؟ ليه هبلت كده ليه؟ احنا في البلاله، احنا في البلاله يا عيني. مالك؟ تعالى مره واحده من ثلاثه. استنصاد يعني، استنصاد. انا مش قدها خلاص. اوبا اوبا دودو، اوبا دودو. شربت مقلب، شربت مقلب. احلى ضحكه في مصر. سهرة السبت على الـ LBC. انت ما تنجمتش بسبب صراعات مع مشاهير؟ انا بنفي، انا حر. قلتي لا اعرف دورا ممنوعا. في نجمات كتير قلعوا، مهما قلعوا ما كانوش نجمات اغرى. الرقاصة ما تقعدش على كرسي المذيع. الإيحاء السيء ده اللي بتلمحي عليه أنا ما كنتش عارف. فشلت جماهيرياً. مين اللي فشل ده؟ تكلمي عن مين؟ ما حدش نجح زي. موضوع مش كبير أصلاً. بتسمي عدائك لبعض الشخصيات إيه؟ بشع، مش إنسان. سعاد حسني دي في حتة وبقية الناس كلها في حتة تانية. في هذا الإعلان لا تتخيلي رد الفعل إيه؟ مشاهد ساخنة ولا لأ؟ وهم موجودون. لا لا. إذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت جبان. مصارحة حرة الأربعاء الساعة 9 المساء على الـ LBC. عايزك جدع، عايزك برنج على يالي في الحارة كلها. عشان تعرف تتعلم مع الدنيا دي لازم تاخدك يا زمي على جنوبتها، تتكف تهدني تكسر لك عين تعملها الاتنين. مش كده سيدي، اللي جرالك جرالي كتير، جرالي كتير يا معلم. حواري بوخارست يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. In the dark I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off my clothes. تنواكب الموضة ونكون glamorous منه سهل أبداً. بده أن نبقى دايماً على اطلاع على كل ترند يلي عم يطلقوها الفاشن ديزاينرز. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder.
دايماً بختار كات ووك لأتعرف من خلاله على أخبار الموضة. كات ووك يومياً الساعة 11 المساء على الـ LBC. تبعت آخر فقرة بحلقتنا وختامة مسك مع ضيفتنا خبيرة التجميل رامونا رموز. أهلا وسهلا رامونا. أهلا وسهلا. شو أخبارك؟ الحمد لله. اشتقت اليوم. كيف رح نهتم نحن بالأكتر؟ اشتقنا لك على الهوا بس نضل نضل طيل. أكيد. أنا صار زمان ما شفتك من مبارح. مبارح بس. خانتنا مبارح رحت من دوني. إيه بس ما بصير لازم دايما ترافقي لنيفين اللي عندي على الانستيتيو حتى نهتم بجمالك. ميرسي ميرسي رامونا. اليوم رح نهتم بالعروس بحواجبها اللي هن اساسيه بطلتها. اكيد. وياما مرات بنشوف حواجب مش مزبوطة ابدا بالمرة. ان كان باللون او بالرسمه. بتعرفي دائما العروس بتعطي الهم من نهار عرسها. كمان في بعض الاشخاص ما بيكون عندهم المام برسمه الحاجب، وكمان بتحب الهني مون تكون مرتاحه مع حالها فيه حتى يكون حواجبها حلوين. صح. فحبيت اليوم نحكي شوي عن الالوان. اذا كان حدا حواجبه غامقين مثلا او ضارب عرباده، في الوان بالتاتو فينا نخلطها ونرجع نعيد رسمه الحاجب مثل ما هو شكله الطبيعي. أوكي. ان كان بالرسمه، لانه كمان عم نشوف شعره شعره، في اشخاص ما عم بيعملوا تاتو شعره شعره حلو. انا دائما بلحق شكل الحاجب شكل الشعره يعني. صح. وبنمشي على الاساس، لانه مش مين ما كان في يعمل هالتقنيه شعره شعره. صحيح. منا يعني منا هينه مثل ما بيقولوا، لانه في بعض الناس عم يتشوهوا من التاتو شعره شعره. صح. وعم نرجع نشيل بماده خاصه لازاله التاتو. بالاسبوع الماضي حكيت عن إزالة التاتو، عملنا سوا وكتير ناس لفتوا من الموضوع وكتير زاروني حتى يشيلوا التاتو الزايد. فمشان هيك أنا بنصح كل المشاهدين ينتبهوا، ما يبالغوا بالرسم، يعني ما يتخنوا رسمة حواجب التاتو حتى ما يرجعوا يندموا ويضطروا يشيلوا التخين يعني. صحيح. ورمانة العروس كمان بهذه الفترة بتكون عم تفكر كيف تطلع بأحلى طلة. صحيح. بتصير بتصلح بآخر فترة. مزبوط. كل شيء زعجة وهون بتوقع المشكلة. من السهل أنه الحواجب الرمادة أو اللي ضربوا على أحمر يصيروا بني أو عسلي، بالأخص العروس الشقرة مثلا. أكيد من السهل كتير هين تسحب لون، يعني اللون الأحمر هو أسهل لون، لأنه عادة التاتو لون بني الفاتح بيفتح وبيصير لونه أحمر، فما في مشكلة أبدا. نرجع منحط مادة منسحب الأحمر ومنشتغل رسمة الحاجب حسب كل حدا شو بيلبق له. والرمادي كمان في لون بيسحب لون رمادي وبنرجع نعمل تاتو. هو الأصعب شيء يكون فيه تخن بالرسمة. أوكي. وبدك تشيل التاتو من دون ما يبقى لون بيج. فالمادة الجديدة بيقشر وبيشيل لون التاتواج اللي ما بدنا إياه أو مش حلو، وبيرجع لون البشرة لون الجلد مثل ما هي. هي رح نعمل بغير على الرحلة. أوكي. طيب بس ما يدهمنا الوقت، خلينا نقوم اليوم في صبية معنا عندها أوريدي تاتو ورح تشيلي لهن اليوم رامونا، ورح نشوف كيف الطريقة فنقدر هيك نساعد أي صبية حابة. أكيد. تشيل التاتو. أنا قبل الهوى نيفين إذا بشوفه على الكاميرا عملت لها هيدا الحاجب حتى لأنه الوقت قصير حتى يشوفوا الفرق، وأكيد حطينا شوية بنج موضعي حتى ما تنوجع. أوكي. بس هون عم نشوف لون الحواجب أسود، يعني المشكلة هي باللون أو بالحجم. صحيح. باللون وبالرسمة. لاحظي أنا عملت لها تاتو حسب شعرة حجبها، قديش طول الشعرة، كيف الرسمة، ما بعرف إذا مبيني على الهواء الشعرة شعرة. بينما هون طلعي في كتير فراغ بحاجبها، في رمادة، في لونين، يعني التاتو منه مزبوط. أوكي. فرح نرجع ناخد القياسات، دايما أنا باخد القياس حسب المنخار. أوكي. ويكون حتى لعلو الحاجب نفس الشيء، وهالأساس روكر وطرف العين وبنرسم الحاجب. يعني هلا رح انا خلطت الماده اكيد لانه قبل الهواء. بس هي شو حب الصبيه؟ اي ستيل حواجب؟ هي عبالها شعره شعره بس عبالها تظهر جمال عينيها، لانه اذا بتشوفي عينيها كبار وحلوين وكان ما كان عندها حواجب، يعني ما كان في شعر. اوكي. اليوم رح نعمل لها تاتو شعره شعره من نفس لون شعره حاجبها، رح اسحب لون رمادي واعمل لها لون بني طبيعي. أوكي. وبما انه بشرتها حنطوية وشعرها اسود اكيد ما بنفوت باللون الاسود، لانه الاسود بصير لونه رمادي وكثير بشع. ما بنصح ابدا حدا شعره اسود يعمل تاتو حواجبه اسود. دائما نبقى باللون البني بدرجات البني الغامق والوسط حسب البشره.
الشقرة دايما منفوت بدرجات البني الوسط والألوان الفاتحة. أوكي. وبلعب لعبة الألوان، يعني اليوم هلأ رح بلش أعمل شعرة غامقة بالرسمة، وبين الشعرة الغامقة منحط لون البني الوسط حتى يبين الشكل طبيعي. حتى أوكي. لأنه شعرة أسود بدك تعمل أكيد. هالطريقة أكيد حتى نحافظ، يعني دايما في لونين بالتاتو تنقدر نحصل، مظبوط، حتى يكون الشكل طبيعي. هي الشعرة اللي رح تكون رسمة الأساسية أول شيء من نفس لون شعرة حاجبها، والخيال الشعرة رح يكون بأفتح درجة يعطي شكل طبيعي. طب إذا صبية عندها هيدا الشيء في الحواجب هلأ عم بتبعنا، ولكن سؤال أنه عبالة تعمل مثلاً الستيل الثماني أو تغير الشيب كله فيها، بما أنه هون الصبية بلوك شوي أول شيء حاجبة. لا منه بلوك حاجبها، هوني بلوك حاجبها، أنا عم برجع عيده شعرة شعرة بس نشف شوي على الهواء لأنه بالنطر القديم فيها، ما بعرف إذا بيقربوا الكاميرا مبيني شعرة طبعاً شعرة طبعاً أكيد. وهلأ أنا خلطت قبل الهواء لتنربح الوقت، رح بلش عم جرب اطلع انا كمان بذات وقت بس ما عم بقدر اشوف مزبوط، بدي اشوفها عن قريب. ايه شو رايك نانسي؟ شو دقيتي لها؟ شو استعملتي اللون البني؟ اكيد البني الوسط. هلا رح تشوفي حتى هذا اللون، رح ارجع الحق كمان رسمه الحاجب اهم شيء تبقى. هلا هون بيبقى اول ما بينعمل تاتو بيبقى حد شوي وقوي أكيد. بس تيقشر بخف اللون كثير، بيفتح تقريبا 50% منه بيرجع شكله طبيعي، 50% من اللون بيرجع تاتو طبيعي، ما بقعد يبين اصلا انها هي عامله تاتو. تحتاج لرتوش بس تعمل انا شخصيا بحب اعمل رتوش، بحب ارجع سيدة تزورني لمركزي حتى نتأكد من الرسمة، لأنه في بعض الأشخاص خصوصا إذا في تصليح ما بيلقط اللون 100% من أول مرة، فبالرتوش بنرجع بنثبت الرسمة. في بشرة كمان ما بتلقط، يعني بشرة عن بشرة بتختلف. مزبوط أكيد، وحسب مع الوقت والعمر الأشخاص الكبار بالعمر كمان البشرة عندهم شوية بتتعذب إنها تلقط لأنه بيخف الميلانين بال بس في كمان صبايا صغار بيقولوا انه عملنا تاتو ما علم وما عم تلقط جلدتي او اللون دغري عم بيروح بعد فتره قصيره، هون مثلا بنحط الحق على خبير التجميل او في شيء معين يمكن عم بتقوم فيه الصبيه هو عم ينزع التاتو او يشيله بهالسرعه؟ هلا لما نعمل تاتو بالاجمال بننصح كل بنت بنشرح لها بالحقيقه انه ما تقشر التاتو بايدها لما يبلش يقشر، لازم يقشر لحاله. صح بس ما بس بيقدر يتحمل، يعني بصير في اشخاص بصير يرعيها يمكن بتحس برعيان، بس في كريم بتحطه بثبت اللون وما بتعود تحس برعيان، يعني بدها تتوقع شوي هالمرحله الدقيقه. بس في اشخاص اذا ما كان شغلهم دقيق بالتاتو ممكن ما يلقط التاتو، يقشر ويكون كثير خفيف، فاكيد في خلطه وفي تكنيك للاشخاص اللي الميلانين بجسمهم ضعيف حتى يلقط اكثر ويضل في تاتو، يعني ما في حدا ما بيلقط عليه التاتو هيك بدي اقوله. اوكي انا الكافي. اكيد رح كفي حدا لانه الوقت دايما بيركض، يعني مش سهل واحد يشتغل تاتو على الهواء. صح على الهواء بس لانه الحلقه الماضيه كثير ناس سالوني عن تاتو، حبيت فرجيهم انه فينا من بلوك نعمل شعره شعره، واهم شيء بالموضوع انه نرجع نلحق شعره الحاجب. طب رامونا ما يكون عكس الشعر لانه ما عم يطلع حلو. بتفضلي تبلشي تنطفي الحاجب يعني تشيل الاشياء القديمه وبعد قد ايه بترجعي تبلشي بالتاتو الجديد؟ الاشياء القديمه قصدك اذا كان في سماكه يعني مبالغه بالرسمه؟ ايه سماكه احيانا الحاجب هيك جاي بلوك وبدك هلا حسب قديش في سماكه، اذا كان في سماكه كثيره بنروح على التاتو اللي بينشال نهائيا، بس أوكي. اذا كان في شويه سماكه وبدنا نعدل بالرسمه فينا نمحي شوية باج ونعدل بالرسمة، يعني أوكي. فينا من جلسة واحدة يزبطوا الحواجب. طب رامونا إذا حدا عنده أي سؤال ما لحقك ممكن يتواصل معك عبر فيسبوك رامونا رموز؟ أكيد رامونا رموز وعبر الإنستغرام كمان كمان آت رامونا رموز وعبر تويتر وعبر عندي صفحة. فيهم يسألوا أي سؤال؟ أكيد فيهم يسألوني أي سؤال بحبوا يسألوه، دايما في تواصل مع كل الناس اللي بحبوا شغلي إن كان بالتاتو أو تعليم المكياج أو علاج البشرة بكل الأعراس والمناسبات. بالنسبة للتاتواج الإبرة بتختلف عن الإبرة اللي قبل كانوا يستعملوها؟ أكيد من زمان كانوا يستعملوا الإبرة كان تطلع دم كتير وتورم، هلأ صرنا عم نستعمل أصغر قياس إبرة ومكنة ألمانية حتى الماشين كتير مهمة ما بتوجع مثل ما انك شايفه، اكيد هلا عم بشتغل بسرعه. نعم بس عندي بالانستيتيو ما بتحس بشيء ابدا وما بيطلع دم.
ويعني أنجأ شيء بس كتير بسيط شيء كتير خفيف خصوصا أني عم بشتغل وعم بحكي يعني عم من ما عم نكون بتركيز تام يعني أكيد. ومثل ما لاحظت بطرف الحاجب دايما شعرتها مثلا شعرة حاجبها نايمة نلحق شكل شعرة الحاجب يعني ولا مرة بنمشي عكس الشعرة حتى يبين طبيعي كل ما يكون التاتو في فن يعني إذا بدنا نقول صح. لازم يكون نلحق شكل شعرة الحاجب ليكون الماكسيموم حلو ما تندم التاتواج لازم يكون تصليح مش تشويه مزبوط إذا طبعا. بتلاحظ الكل يعني عم بيعملوا تاتو عم يندموا لأنه كتير عم بيتخنوا وعم بيفوتوا بالغوامق قد لازم يضاين التاتو إجمالا يعني سنة طب ليه في ناس هالقد بيبقى وقت بيبقى خمس سنين بضل مثل بس بخف كثير بيصير لانه بايخ في بعض الاشخاص بتلاقي انه صار بايخ صار لازم يرجع يعيدوا عليه وانا بنصح ما يطولوا لانه اذا بتطولي بصير بده شغل اكثر وخصوصا اذا اشخاص عندهم مشكله انه بيطول ليلقط عليهم هلا في اشخاص فينا نقول انه الميلانين بجسمهم قوي اللي هو تلوين بالجسم اذا بيتعرضوا للشمس بسرعه بياخذوا لون بيعملوا برونزاج وفي اشخاص بيتعذبوا لياخذوا لون برونزاج فهذا بيأثر كمان بالتاتو على يلي مثلا بسرعة بياخدوا لون هن بيلقط عليهم التاتو أكتر بضينهم فترة أكتر دايما معنا دقيقتين تقريبا رمونا بياخد القياسات أوكي ممكن نسألك كمان عن دروس تعليم المكياج وين عم بيكون عندك بالأنستيتو مزبوط دايما في دورات تعليم المكياج لكل اللي بيحب يتعلم المكياج إن كان لنفسهم يصير يعرفوا المكياج اللي بيلبق لهم أو الأشخاص كمان بطل موديل كونتورينج بس بتعرفي فيكي مش غلط الكونتورينج ابدا فيكي تعمليه بشكل كتير خفيف بالباودر وما تسمكي الكميه مثل ما بنشوف نحن كلنا هلا ناس عم بتبالغ بالكونتورينج وتكون كتير ناعمه وتخبي اشياء اللي على بالك تغير اللوك فيها هلا حد الشعره الغامقه بدي رح دخل شعره رح امسح حتى يبين يمكن على الهواء مش كتير واضح حد الشعره بعد بفوت فيها خيال بنصها حتى تعطي ناتورال أكتر أوكي ممكن أنك تدخلي لها إذا ما بعرف بدك هيك تفرغ بيناتهم ممكن أنه تدخلي لها بيج لا مش بيج أنا هلأ عم فرغ لها بيناتهم اللون البني الأفتح درجتين البني الطبيعي حتى يبين في خيال طبيعي مثل الشعر الإنساني يعني ما يطلع كثير أسود حتى إذا كمان مزبط. غيرت لون شعرها ما تندم ما كثير يكون لون حاجبها غامق أكيد رمونا حنتركيك هلأ تشتغلي بالحواجب الصبية على مهلك لأنه أوكي. وقتنا خلص بدنا نشكر كثير حضورك معنا كمان. أهلا وسهلا فيك إن شاء الله كمان نرجع منشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله مرسي رمونا وأنا وننسي هلأ من نودعكم اتمنى تكون حلقه الزفاف وكل شيء بيختص بالعروس والعريس نالت اعجابكم على امل نرجع نلتقى فيكم بكره بحلقه الجمال والتجميل ومن هلا لوقت تضلكم بالف الف خير باي باي